انتم هذه خيرتوا تبداوا نهاركم واسبوعكم مع شاشه التلفزيون الجزائري. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في يوم جديد وعدد جديد من برنامج صباح الخير يا جزائر. وكما وعدناكم اليوم اكيد برنامج صباح الخير يا جزائر وكذلك برنامج سيدتي راح يكون في الموعد مباشره من قسنطينه لكن بعد نشره الاخبار. فقرتنا في النص ساعه الاولى من برنامج صباح الخير يا جزائر كما العاده فقرات خدماتيه، نبداوها بفقره سلوكيات لكن بعد الفاصل. وكما كل صباحة بلاتو صباح الخير يا جزائر يتنور بحضور الدكتور عماد بن عمر. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح الخيرات والبركات والأنوار أخي محسن، كيف الأحوال؟ الحمد لله. وكيف حالكم أنتم؟ الحمد لله. كنا بدينا مع المشاهدين البارحة قصة سيدنا شعيب عليه السلام واليوم للحديث بقية. وهو كذلك أخي محسن نتحدث عن مآل وعن مصير قوم شعيب حينما كذبوا رسولهم ونبيهم عليه السلام. السلام. إذن مع هذه القصة أخي محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، هذه الوجوه الطيبة وهذه السرائر النقية وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة نحييها بتحية الإسلام العطرة وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بكل معاني الخير والمحبة والإخاء في هذا اليوم الأغار المبارك الفضيل، فصباح الخير عليكم جميعا. أخي محسن، كنا البارحة قد تحدثنا عن أهم الجرائم. صحيح. والقبائح التي كان يعملها أو يقوم بها قوم شعيب، وعلى رأس هذه القبائح هو التطفيف في المكيال والميزان. وقد دعاهم شعيب عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة تلك الشجرة التي تسمى الأيكة، وهو كذلك أيضا دعاهم شعيب عليه الصلاة والسلام إلى أن يعدلوا وأن يقسطوا مع الناس في الميزان وفي المكيال، أي في البيع وفي الشراء، وفيه دعوة إلى أن يقيم الناس العدل. صحيح. موازين العدل في الحياة. الأمر الثالث أيضا نهاهم شعيب عليه الصلاة والسلام عن قطع السبيل، كانوا معروفين بأنهم قطاع طرق وكانوا يعشرون الناس، أي يأخذون عليهم المكوس يعني مقابل أن يفسح لهم الطريق، وأيضا كانوا يصدون عن سبيل الله، بمعنى الذي يريد أن يهتدي أن يتبع شعيبا الذي يريد أن يكون مؤمنا. صحيح. يجد هؤلاء الصناديد وهؤلاء الكفرة يقفون أمام الإنسان والهداية، أمام الإنسان والله سبحانه وتعالى، إذا كانوا يقطعون السبيل الحسي، الطريق الحسي، وأيضا الطريق المعنوي. إذا شعيب عليه الصلاة والسلام بذل معهم قصارى جهده، أي فعل معهم كما يفعل الأنبياء والمرسلون مع أقوامهم، هددوه، هددوا شعيبا عليه الصلاة والسلام وقالوها صراحة، قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي لولا قومك يعني عندك بعض المنعة في قومك لرجمناك، مع أن لو لم تكن له هذه المناعة ولم يكن له قوم أو رهط أو عشيرة فإنهم سيرجمونه. إذن فعلوا مع شعيب عليه الصلاة والسلام الأفاعيل. أيضا هددوهم، هددوا شعيبا والطائفة المؤمنة معه، هددوهم بأن يرجعوهم إلى الكفر، وهذا ما يسمى بالتعذيب، الابتلاء بالتعذيب وبالتنكيل من أجل أن يصد الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا قد فعله كفار قريش. صحيح. يعني في بداية الإسلام حينما كان المسلمون مستضعفين، يعني كانوا فقراء أذلة، يعني لا يستطيعون رفع رد الظلم،
فصناديد قريش استعملوا معهم التنكيل. ومعروف قصة ياسر وسمية، أول شهيدين في الإسلام ياسر وسمية، وهما أبوا عمار رضي الله عنه وأرضاه، يعني قتلا أمام مرأة ومسمعي ولديهما. ما التنكيل والعذاب الذي وقع ببلال الحبشي الذي كان سيده يخرجه إلى الصحراء في تلك الحرارة الشديدة، وكان يوضع على الأرض ثم يؤتى بصخرة عظيمة توضع على صدره. تصور يعني هذا العذاب الذي سلط على بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. كان يقابل هذا التنكيل وهذا التعذيب، كان يقابله بقوله أحد أحد. لذا يعني اللطيف التي تذكر والنكت التي تذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة بماذا شرف بلالا؟ شرف بلالا بأن أمره بأن يعتلي الكعبة لكي يؤذن. الذي كان يقول أحد أحد في صحراء مكة المقفرة كان يعذب من أجل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بأنه هو الذي يعلي كلمة الله، الله أكبر الله أكبر. هذا من اللطائف التي يذكرها العلماء. لماذا خص بلال بشرف التأذين، بشرف الأذان، بشرف إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قوم شعيب هددوا شعيبا والمؤمنين، يعني هددوهم صراحة بأنهم سيصدونهم عن سبيل الله، سيرجعونهم إلى الكفر، سيرجعونهم عنوة يعني بالظلم وبالقهر. وهذا مخالف للإنسانية، وهذا مخالف لحقوق الإنسان. بأي حق تفرض على شخص أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر؟ حتى عندنا في الإسلام لا يحل لنا أن نكره شخص على أن يدخل إلى الإسلام. لا إكراه في الدين. الذي يدخل إلى الإسلام يدخل بمحض إرادته، يدخل برغبته، يدخل بإرادته. هؤلاء أرادوا أن يجبروا الناس على أن يخرجوا من الإيمان إلى الكفر، يعني بلغت بهم القسوة وبلغ بهم القهر الظلم يعني مبلغا شديدا، إلى أن وصلوا أنهم يستهزئون بشعيب عليه الصلاة والسلام، وأنهم يستعجلون عذاب الله. وكنا قد رأينا أخي محسن هذا الاستعجال في كل الأقوام، يعني كل الأقوام الذين يكذبوا رسلهم ماذا يقولون؟ يقولون ائتنا بعذاب الله. يعني بلغوا يعني القمة في التكذيب والقمة في الإنكار والقمة في الكفران. هنا استعجلوا عذاب الله تبارك وتعالى، والمولى عز وجل هنا أنزل بهم عقوبته. والعقوبة التي نزلت بقوم شعيب أيضا عقوبة متنوعة، لأن جرائمهم متنوعة. فماذا فعل به المولى عز وجل؟ أولا رجفت بهم الأرض، زلزال شديد أصاب تلك المنطقة، أي منطقة مدين في نواحي الأردن أي في أطراف الشام، تزلزلت الأرض من تحتهم. ثم بعد ذلك المولى عز وجل أرسل عليهم صيحة أخرجت الأرواح من الأجساد، فبقوا جثثا هامدة. معنى المولى عز وجل انتزع أرواحهم بشدة الخوف، يعني أهلكهم بالخوف هذه الصيحة. وأيضا جاءتهم الظلة، الظلة هي الغيمة السوداء، غيم شديد مظلم. هذه الغيمة خرجت منها الشرارات كالبرق، خرج منها الشرارات الكهربائية التي صعقتهم. إذن المولى تبارك وتعالى أهلك هؤلاء القوم، أي قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، أهلكهم بأنواع العذاب. لماذا؟ لأن العذاب المتنوع هو الذي يتناسب مع الجرائم المتنوعة التي فعلوها. لم يرتكبوا جرما واحدا، عبدوا الأيكة، أشركوا بالله سبحانه وتعالى، كانوا يقطعون السبيل الحسي وكانوا يقطعون السبيل المعنوي، وأيضا كانوا يستهزئون بشعيب عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يجبروا المؤمنين على أن يخرجوا من دين شعيب إلى الكفر، وأيضا كانوا يبخسون في المكيال وفي الميزان. هذه السورة أو هذه القصة خلدت في مواطن كثيرة كما ذكرنا أمس أخي محسن، ومن بين المواطن التي نذكرها اليوم نختم بها حديثنا هي آيات ذكرت في سورة الشعراء. وقلنا بأن قصة شعيب جاءت بعد قصة لوط عليه الصلاة والسلام. يقول مولى تبارك وتعالى في سورة الشعراء، نقرأ معا الآيات أخي محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وهنا يذكر العلماء لماذا لم يقل مولى عز وجل إذ قال لهم أخوهم شعيب، بالرغم أن كل الأنبياء المولى عز وجل ذكر إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم صالح. قال العلماء لأن الله عز وجل هنا نسب قوم شعيب، نسبهم إلى الأيكة أي إلى الشجرة. قال كذب أصحاب ليكة، لم يقل كذب أصحاب مدين. فحينما نسبوا إلى الشجرة المولى عز وجل نزه شعيبا أن ينسب إليهم، لأنهم عبدت الأيكة، عبدت الشجرة. فالمولى عز وجل لم ينسب شعيبا إلى مدين، قال إذ قال لهم شعيب، لم يقل أخوهم، لأنه لو قال أخوهم بمعنى أنه معهم في عبادة هذه الأيكة. كذب أصحاب ليكة المرسلين
إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا أو كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وهكذا ينتهي قوم شعيب الكفار ينتهون بهذا العذاب والعقاب الأليم الرجفة الزلزال من تحت الصيحة من فوق والظلة التي خرجت منها الشرارات التي أهلكتهم وجعلتهم أجسادا خامدة جثثا هامدة بسبب تكذيبهم لسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. هناك معلومة يذكرها العلماء ذكر في سورة القصص أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما خرج كما يقال هاربا من فرعون من الذي كان في مصر حينما هرب من مصر ذهب إلى مدين ولقي هناك الرجل الصالح. بعض العلماء يقول بأن الرجل الصالح الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام هو شعيب ولكن الصحيح أن الرجل الصالح الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام هو رجل صالح آخر غير شعيب عليه الصلاة والسلام لأنه ما لم يكن في فترة واحدة وبهذا نطوي صفحة من صفحات التاريخ المشرق للأنبياء والمرسلين والتاريخ الأسود المظلم لأقوام الأنبياء والمرسلين. طبعا سنتحدث بعد قصة شعيب عليه الصلاة والسلام عن ذرية إبراهيم نرجع إلى ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام نتكلم عن سيدنا إسماعيل وعن سيدنا إسحاق عليهما الصلاة والسلام ثم ننتقل إلى الأحفاد نتكلم عن سيدنا يوسف جميل الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. شكرا للدكتور عماد بن عمر. كانت هذه قصة سيدنا شعيب لكن سؤال لي ربما أنطرحه هل كل القوم يعني كفر بالله ولا كان القلة اللي أمنت بالله؟ سؤال وجيه أخي محسن. نعم ذكر القرآن الكريم في مواطن كثيرة بأن الناس انقسموا إلى فريقين فريق آمن بالله سبحانه وتعالى وهم القلة وهذه سنة الله في الحياة ولكن الكثرة الكافرة كفرت بشعيب عليه الصلاة والسلام. إذن لما نزل العذاب والهلاك نزل بالقوم الكافرين ونجى الله تبارك وتعالى دوما نجى القوم المؤمنين. شكرا يا دكتور عماد بن عامر. كنا بدينا قصة سيدنا شعيب البارح وحكينا كذلك البارح معك على طبع العشرة من الأيام أيام السيرة النبوية وين أنت شاركت مع كل أساتذة في هذه الأيام وحضرت الاختتام. كنا حكينا على الاختتام وأكيد برنامج صباح الخير غطى الاختتام. حنشوفه مع المشاهدين الصور مع الزميل محمد العوفي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بهذه الآيات البينات يكون المقرئ أحمد شاوش قد أعلن عن بداية نهاية أيام السيرة النبوية في طبعتها العاشرة التي نظمتها مساجد بلدية حيدرا بالجزائر العاصمة. أيام السيرة النبوية هذه أشرف عليها وأبطرها شيوخ ودكاترة وأساتذة بمداخلات ومحاضرات تناولت مواضيعها الرسول والطفولة، طبيب الإنسانية وضياء البشرية، الرسول الرحمة المهداة، أساليب الدعوة وأخلاق النبي وتفاصيل أخرى عن حياته صلى الله عليه وسلم. جاءت فعاليات أيام السيرة النبوية على خلفية ما حدث في سنة 2006 ومن خلال الرسومات التي نشرت وأساءت للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم احنا ارتأينا أننا ننظم فعاليات السيرة النبوية وقلنا ما دام هؤلاء أساءوا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا احنا لا نرد الإساءة بالإساءة وإنما نرد بإبراز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفها للناس وتعريفها أيضا وتحفيزها للأجيال، ومن ثم ارتأت مساجد بلدية حيدرا أن تنظم هذه الفعاليات واستمرت إلى أن وصلت اليوم إلى طبعتها العاشرة. إن هذه مبادرة طيبة كريمة قامت بها هذه المجموعة من المساجد في حيدرا
تأسيا بإخوانهم في مجموع الوطن في إحياء سنة ربيع الأنوار، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراز محاسن رسول الله وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتوج هذه الطبعة العاشرة من هذه الأيام الطيبة المباركة بهذه النتائج الباهرة في تبليغ سيرة رسول الله للنشأ للأباء الأمهات من أجل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نبدأ بهذا الجمال، بعد نروح للمصاحف. كيف نتأسى وكم نحن بحاجة إلى قدوة ومثال مثل محمد صلى الله عليه وسلم ينير طريق مثل هذا الحضور في مثل هذه المناسبات، حيث تؤخذ وتفهم السيرة النبوية من مصدريها الكتاب والسنة. ما أحوج الشباب في هذا الزمان خاصة إلى أن يتأسوا وأن يقتدوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع المظاهر، مظاهر الانحراف في العالم ومظاهر الفتن ومظاهر صراع الأفكار. نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الجلسات الإيمانية مع السيرة النبوية العطرة. وعلى هامش هالأيام تقام مسابقات مختلفة، ونقلنا احنا هذا النشاط الى المدارس، بحيث اننا وصلنا الى مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ونقدم لهم نشاط مسابقات نبرز لهم فيه السيرة النبوية ونعلموها لهم، ويشاركوا التلاميذ بكل يعني قوة، وفي الاخير يتوجون بجوائز جد هامة ومعتبرة قيمة. وفي حفل الاختتام هذا وزعت جوائز على الفائزين، كان من بينهم هذا الطفل الكفيف، وهذا الذي فقد بصره وليس بصيرته، حيث كان ينتقل يوميا من بلدية بلوغين إلى حيدر للتعرف على سيرة معلم البشرية الذي كان خلقه القرآن. وفي انتظار الطبعة القادمة من أيام السيرة النبوية ستكون نصرة النبي بالعلم والعمل والحياء وإماطة الأذى عن الطريق وتغيير المنكر بالقلب وبأضعف الإيمان. شكرا للزميل محمد العوفي، كان هذا عن اختتام الطبعة العاشرة من الأيام، أيام السيرة النبوية اللي كانت بمساجد حيدر. الاختتام كان يوم 10 أبريل، وهذه التظاهرات في الجزائر تظاهرات تختتم والتظاهرات تنطلق. راح نقدم لكم أهم المواعيد الثقافية لنهار اليوم والأيام القادمة.
كانت هذه أهم المواعيد الثقافية اللي جمعها لنا زميل يوسف حميد اللي حاليا ومتواجد في قسنطينة. تلاقوا به مباشرة بعد نشرة الأخبار في برنامج صباح الخير يا جزائر، وكذلك نسيمة شوش في برنامج سيدتي لمواكبة افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. نصبحوا من جديد على كل المشاهدين لهذا والنادو، رم يوجدوا روحهم باش يخرجون، قدموا لهم أحوال الطرقات مع الرائد شعوي العياشي بعد الفاصل. صباح الخير مشاهدين الكرام. بالنسبة للحالة حل شبكة الطرقات لنهار اليوم، حركة المرور على العموم عادية بكل محاور شبكة الطرقات طبعا التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، باستثناء بعض المقاطع التي تعرف من حين إلى آخر بعض الاختناقات، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية أولا والأشغال المقامة على هذه المقاطع. بولاية الطرف سجلنا الطريق الوطني 84 في شطره الرابط بين ولاية الطرف وعنبة، حركة المرور مقطوعة على مستوى جسر بقرية سيدي مبارك بلدية بن مهدي، وهذا رجع إلى الأشغال وتحويل حركة المرور عبر الطريق اجتنابي محايد للمكان المقطوع. بولاية سبهراس كذلك الطريق الوطني رقم 16 في شطره الرابط بين ولاية سبهراس وولاية قلمة يعرف حركة مرور بطيئة بإقليم بلدية المشروحة بسبب أشغال توسيع الطريق. وبولاية قسنطينة لدينا طريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين ولاية قسنطينة وزيغود يوسف مقطوع على مستوى نفق جبل الوحش بسبب الأشغال المقاومة على مستوى النفق، حيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 3. بولاية سكيكدا لدينا الطريق الوطني رقم 43 في شطره الرابط بين بلدية تمالوس وولاية جيجل يعرف حركة مرور بطيئة على مستوى كل من بلدية بن الويدان وبلدية عين قشرة، وهذا من على مسافة 7 كيلومتر، وبسبب الأشغال طبعا وأشغال توسيع الطريق. بولاية برج بوعريريج لدينا طريق سيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية برج بوعريريج باتجاه ولاية سطيف حركة المرور بطيئة على مستوى جسر وادي الشبور بلدية اليشير، وفي شطره كذلك الرابط بين ولاية برج بوعريريج والبويرة باتجاه الجزائر العاصمة حركة المرور بطيئة بسبب الأشغال وتحويل حركة المرور في الاتجاه المعاكس من محول الخرفان إلى غاية محول اليشير. بولاية البويرة سجلنا كذلك الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية البويرة وبومرداس حركة المرور به بطيئة على مستوى جسر العملاق وادي الرخام بإقليم بلدية عين طرف بسبب طبعا الأشغال على مستوى الجسر. وبولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 72 في شطرها الرابط بين ولاية تيزي وزو وبلدية تيكزيرت حركة المرور بطيئة بقرية أرقاوج بلدية ماكودا، وهذا بسبب أشغال طريق أشغال التهيئة وتسيير حركة المرور باتجاه بالتناوب. بولاية الجزائر العاصمة لدينا طريق سيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية الجزائر وولاية البوليدة مغلق في وجه حركة المرور من جهة واحدة على مستوى جسر بيرتوتا بسبب الأشغال إعادة تهيئة الطريق، حيث تم تحويل حركة المرور عبر المسلك القادم من البوليدة إلى الجزائر. وكذلك الطريق الوطني رقم 38 في شطرها الرابط بين جسر قسنطينة وقاع المتعدد الرياضات مغلق في وجه حركة المرور بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور إلى الطريق الاجتنابي المحايد للمكان المقطوع. وبولاية البوليدة لدينا كذلك الطريق السابع الشرق غرب في شطرها الرابط بين بين ولاية عين دفلة والبوليدة مغلق في وجه حركة المرور بالقرب من محول بني جماعة بلدية العفرون في اتجاه عين دفلة بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور إلى اتجاه واحد. وبولاية عين دفلة كذلك لدينا الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلدية خميس مليانة بولاية عين دفلة والمضية مغلق في وجه حركة المرور على مستوى دوار البركة بلدية جندل ابتداء من الحجرة كيلومترية رقم 19 إلى غاية الحجرة كيلومترية رقم 20، وهذا بسبب الأشغال، حيث تم تحويل حركة المرور عبر مسلك ترابي محاذي للمكان المقطوع. وكذلك بولاية عين دفلة لدينا الطريق سيار شرق غرب في شطرها الرابط بين بلدية الحسينية وأبو مدفع حركة المرور بطيئة من قرية ولاد مهدي الحسينية إلى غاية بلدية بومدفع بسبب أشغال تهيئة الطريق.
ولاية شلف كذلك طريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين محول الحرشون إلى محول تيبركانين باتجاه الجزائر العاصمة مغلق في وجه حركة المرور على مستوى الحجر الكيلومترية رقم 4، وهذا بسبب أشغال تهيئة الطريق وتسيير حركة المرور باتجاه المعاكس. ولاية سيدي بلعباس لدينا كذلك الطريق السريع الشرق غرب في شطرها الرابط بين بلدية عين البرد وسيدي حمادوش مغلق في وجه حركة المرور من جهة واحدة على مستوى بلدية سيدي حمادوش بسبب أشغال وتسيير حركة المرور في الاتجاه المعاكس. وكذلك الطريق الوطني المزدوج رقم 13 في شطرها الرابط بين بلدية عين البرد ومقدرة مغلق في وجه حركة المرور من الحجر الكيلومترية رقم 56 إلى غاية الحجر الكيلومترية رقم 57 من جهة واحدة بسبب الأشغال وتسيير حركة المرور في الاتجاه المعاكس. وبولاية تلمسان لدينا الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية تلمسان وسيدي بلعباس حركة المرور بطيئة على مستوى بلدية عين الحالة وهذا من الحجر الكيلومترية رقم 1063 إلى غاية الحجر الكيلومترية رقم 1070 في اتجاه سيدي بلعباس، ومن الحجر الكيلومترية رقم 1068 على مسافة 8 كيلومتر تقريبا باتجاه تلمسان، وهذا راجع إلى الأشغال في صيانة الطريق وتحويل حركة المرور في الاتجاه المعاكس. إذن هذه الحالة اليومية لشبكة الطرقات. يبقى أي استفسار أو معلومة مفيدة الرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني تحت تصرف الجميع، ونتمنى للجميع طريق السلامة وشكرا. كانت هذه مشاهدينا أحوال الطرقات، قدمها لنا كما كل صباح رائد شعوي العياشي، ومن أحوال الطرقات وأحوال البر إلى أحوال الجو والبحر مع صبرنا بعد الفاصل. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. وأينما كنتم صبرينا حتقدم لكم جديد أحوال الطقس. صباح الخير صبرينا. صباح الخير محسن، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذن محسن، نهار اليوم أهم ما سيميز حالة الطقس هو الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، حيث ستقارب 30 درجة محليا، هذا بالنسبة للمناطق الغربية. أما بالنسبة لحالة السماء بحول الله، إذن نهار اليوم هناك بعض السحب السفلى خلال هذه الصبيحة على المناطق الساحلية، ستتلاشى هذه السحب تدريجيا لتصبح السماء من صافية إلى مغشى جزئيا على كافة المناطق الشمالية. السحب ستزداد خلال ظهيرة اليوم بحول الله، هذا على المناطق الغربية. إذن طقس ثقيل سيميز كل المناطق الغربية نهار اليوم، كما نشير إلى هبوب رياح قوية نسبيا على كافة المناطق الساحلية. جنوبا أجواء مشمسة تماما عدا بمنطقة الثورة ووسط الصحراء، هنا السماء ستكون مغشاة على العموم مع تطاير الرمال، هذا من وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. نعود إلى درجات الحرارة، ظهيرة اليوم بحول الله سترتفع إلى غاية 31 درجة بغليزان مع سكر تيارد، 28 درجة بوهران مستغانم، 25 بتيليمسان، 26 درجة بالعاصمة، 27 أيضا بالنسبة لتيزي وزو قسنطينة، 23 درجة بعنبة. بشمال الصحراء مقاييس ما بين 26 إلى 28 درجة، ترتفع بتندوف لتقارب 33 درجة، 30 بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، 35 درجة سيكون كأعلى مقياس بمدينة عين صالح. أما عن حالة البحر نهار اليوم بحول الله، سيكون من هذا إلى قليل الاضطراب على تقريبا على طول الشريط الساحلي، الرياح أيضا ستكون ضعيفة لن تتعدى 40 كيلومتر في ساعة، وتهب من شرقية تماما إلى شمالية شرقية على كافة السواحل. أما عن المعلومات الفلكية، غروب الشمس ظهيرة أو خلال نهار اليوم بحول الله سيكون في حدود الساعة 7 مساء و19 دقيقة، ويبقى دائما عنوان مصلحة الأرصاد الجوية في خدمتكم. إذن يوم موفق للجميع إن شاء الله، وإلى اللقاء. مع موبيليس اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. يعطيك الصحة صبرنا، قدمت لنا جديد أحوال الطقس. برنامج صباح الخير يا جزائر مشاهدينا مكمل معكم بعد نشرة الأخبار، لكن مباشرة من قسنطينة، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، نروح نتعرفوا على آخر المستجدات مباشرة من قسم الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. تحية قسنطينية صباحية للجميع، الكل زملاء أنا بالبلاطو المركزي لك أنت محسن، كل فرقتنا التقنية، وتحية عاطرة صباحية نزفوها لكل المشاهدين اللي يتابعونا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. كما وعدناكم أن نكون متواجدين من 12 إلى 18 أفريل 2015 وين؟ هنا في قسنطينة لنقل وتغطية فعاليات واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية في الوطن العربي. هي قسنطينة اللي راح تكون عاصمة للثقافة العربية 2015. أيا فقط تفصلنا على الافتتاح الرسمي لهذا التظاهرة من خلال برنامج صباح الخير، حبينا أن نكون هنا متواجدين في قسنطينة، ورانا متواجدين أيضا هنا في هذا النقل المباشر من فندق ماريوت باش نضمن لكم كل ما هو ضيوف يكونوا حاضرين وإيانا، وأيضا مواضيع تكون مبرمجة معنا. راح يكون عندنا ضيوف من الثقافة إلى السياحة مرورا بالتاريخ، التاريخ أكيد راح يكون حاضر معنا، والتغطيات راح تكون حاضرة وإيانا، ليس فقط في برنامج صباح الخير وإنما أيضا في برنامج سيدتي مع نسيمة شاوش راح تكون معاكم من 9:10 حتى 10:00. الآن ابقوا معنا من خلال برنامج صباح الخير ورايحين نتواصلوا وإياكم. قلنا أننا رانا متواجدين في قسنطينة، وكي نقولوا قسنطينة نقولوا الجسور المعلقة اللي تربط بين صخرتين من الجرانيت اللي على مستواها ولا على قمها تم إنشاء هذه المدينة العريقة بتاريخها بحضارتها بناسها بعاداتها وتقاليدها وناس الخير. يا وجه الخير لكم تشاهدونا أنتم من خلال برنامج صباح الخير. نتعرفوا على كل ما يتعلق بالجسور في هذا الروبورتاج من توقيع محطتنا الجهوية قسنطينة. ربما امتازت كل مدينة في العالم بخصوصية تميزها عن بقية المدن، لكنني أطل على الدنيا من رائحة المكان الأولى، من الزقاق العتيق ومن الحجارة التي ما زالت تحتفظ بين ثناياها بتفاصيل العابرين يوما. يدخل الناس إلي من السويقة، وهو تصغير لكلمة سوق، بالقرب من جسر سيدي راشد، ثم امتد حتى اقاصي الحارات المتشعبة الاخرى. بالسويقة كان يلتقي الناس يوما ليبيعوا ليشتروا وليباشروا حياتهم كما يجب في تفاصيل اليومي المعتاد او المغاير. هنا تباع كل المكسرات ولوازم الحلويات التقليدية التي اشتهر بها، وهنا يذهب الناس كل إلى وجهته وسعيه لكسب رزقه وقوت أطفاله. وهنا تصطف الحوانيت الصغيرة التي تعرض سلعها وتغري الزبون لعله يتوقف قليلا أو كثيرا. هنا تلتصق البيوت ببعضها البعض وتستمد شكلها وهندستها من الأنماط الشرقية القديمة والتي تعكس المنظومات الاجتماعية التي كانت سائدة أنذاك، والتي تعكس أيضا تواطؤ الناس مع بعضهم وروح المحبة التي تعبق الدنيا بأريج الصفاء. هنا رحبة الصوف مثلما تدل عليها تسميتها، حيث كانت العرائس إلى وقت قريب تشتري صوف جهازها بفضاء ما زال شاهدا على قهوة الجزوة بمذاقها الخاص والطاولات الخشبية التي كان الناس يتحلقون حولها ليتبادلوا أحاديثهم عن الحي أو الزقاق
أو أبناء الجيران والحومة في اللحظات الإنسانية الأكثر صفاء. وغير بعيد عن ذلك ربما أطل الرصيف أو الجزارين أو سوق العصر، حيث أصوات الباعة والخضر والفواكه القادمة من حقول الحامة ديدوش مراد زغود يوسف في المنيا وغيرها من تلال السخية المعطاءة. إن الحديث عن أزقة العتيقة هو حديث عن التراث في أجمل تجلياته. هنا عبر الناس يوما الحياة أحبوها وعاشوها بحلوها ومرها، وهنا حاولوا قدر الإمكان أن يتركوا أثرا يدل عليهم. واليوم وحتى وإن فعل الوقت عمله وأكملت الطبيعة البقية، إلا أن الروح ما زالت عامرة بالنبض. إني لا أقف اللحظة على الأطلال لأرتيها، إني أنصت للجدران والأسقف العتيقة، وأصر على أن الماضي لا يشبه اسمه كثيرا، إذ رغم مرور كل هذه السنوات إلا أنه يقبض على الغد بمحبة عالية. كان هذا الروبورتاج من توقيع محطتنا الجهوية قسنطينة، اللي من خلاله ممكن تعرفنا مشاهدين على كل ما هو جسور في قسنطينة، وجبنا معها مختلف الأحياء العتيقة اللي موجودة في هاد الولاية. والعتيق في الولاية أيضا هي الموسيقى الموجودة في هاد المنطقة، كي نقولوا الأندلسي نقولوا الصنعة نقولوا أيضا المألوف. اللي معروف في قسنطينة وناس قسنطينة تحبوا بزاف هي الموسيقى اللي خرجت من قسنطينة ورحلت حتى أنها يعني مثلتنا في العالمية، هي الموسيقى الأندلسية العتيقة أو الكلاسيكية العتيقة. أقول مشاهدينا اللي مشايخ كبار غنوا فيها ومشايخ كبار قالوا فيها أيضا مشاهدينا، من بين يعني نقولوا الأسماء اللي نذكروها اللي خدمت في هذه الموسيقى نذكر بوكبوس نسيم، عبد الكريم سطنجي، علاوة بن عمر شقلب، الشيخ جعيدر، الشيخ كواك، معمر براشي، طبال، أيضا الشيخ حسونة وغيرهم من الأسماء الفنية. الموسيقى هنا في قسنطينة تروح أيضا إلى طبوع أخرى تمثل تراثنا اللامادي مشاهدينا، نصيبوا من تراثنا اللامادي هنا في قسنطينة، نجد كل من العيساوة أيضا الوصفان وأيضا الفقيرات والبنوتات، هاد يعني الطبعين الأخيرين هما طبعين يعني مخصين للنساء، لأنه النسوة هما اللي غنيوا في هاد الطبعين الموسيقيين. يعني احنا هنا في قسنطينة رانا متواجدين باش في كل مرة نتحدثوا على جانب من جوانب الثقافة القسنطينية، على جانب من جوانب الحضارة القسنطينية، على عاداتنا وتقاليدنا، لأنه عادات قسنطينة هي من عاداتنا وإحنا منهم أيضا مشاهدينا. العادات ديالنا والتقاليد ديالنا والموروث ديالنا والتراث ديالنا، المادي كان ولا اللامادي كان، هو اللي موجود هنايا في قسنطينة، اللي معروفة أنها دائما تحاول أنها تحافظ عليه وأنها يعني تسافر به وتعرف به مختلف ربوع العالم. احنا هنا في برنامج صباح الخير اكيد انه الطبوع الغنائيه تكون موجوده معنا وتكون حاضره ويانا، هكذا باش نكونوا معاكم ونهدوها لكم دائما، انتم اللي تشاهدونا وانتم الناس الزينين، وكي نقولوا الزين نقولوا الزين الدين. ايضا ابو عبد الله اللي حب انه يسمعنا صوته وحبينا انه نسمعوا صوته ونذكروه معاكم من خلال هذه الوقفه وهذا الاطلاله الموسيقيه الصباحيه الغنائيه، لنهديها لكم كامل الناس قسنطينة اللي كنتوا تشاهدونا واللي اليوم رانا عندكم في داركم ضياف عندكم. تفضلوا معنا. ودي يا حراقة والحب يا حراقة في جيشي شعلة نار والحب يا حراقة والدمع من عيني صار يدفع صلوا على الليل وانو تشرق إن مصطفى المختار
الكريم عظيم الجود. ولا خارج التراب الوطني عبر قنوات التلفزيون الجزائري الأرضية والجزائرية الثالثة. انتما ناسنا، انتما احبابنا، انتما اللي ديما اوفياء لينا وديما تحبوا تكونوا معنا. راكم معنا اليوم في قسنطينة لتغطية فعاليات واحدة من اكبر التظاهرات كما سبق اقول وقلت في الوطن العربي، هي التظاهرة الثقافية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، اللي من خلالها راح تكون هناك تغطية لمختلف الفعاليات اللي راح تحتضنها هاد يعني التظاهرة. احنا اكيد رانا قبل الافتتاح الرسمي لهذا التظاهرة، حبينا نعيشه يعني ما قبل اثناء وبعد التظاهرة اكيد من خلال برنامج صباح الخير ولا من خلال برنامج سيدتي ايضا مشاهدينا مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا، مختلف المواضيع ايضا اللي يكونوا مبرمجين ويانا في كل صباحة من خلال البرنامجين الصباحيين، برنامج صباح الخير وبرنامج سيدتي التي مع نسيمة شوش. راح نكونوا معكم مشاهدينا وراح نتواصلوا وإياكم إلى غاية نهاية عمر هذا المباشر. كونوا فقط أوفياء لنا وابقوا معنا. كما قلنا أن المألوف هو اللي مثل على قسنطينة، أيضا قسنطينة هي المعروفة بمدينة العلم والعلماء، هي مدينة العلم والعلماء أكيد وبحق وحقيقة. هي قسنطينة اللي نقدر نقوله أنه ارتبطت بالتاريخ الجزائري، فتاريخ الجزائر أيضا مربوط بالتاريخ العالمي. فمع نقوله عشرينيات القرن العشرين بدأ ظهور كل ما هو نزعة ونهضة ثقافية وكل ما هو نشر للوعي القومي عبر العالم أو بالتحديد عبر الدول المحتلة، والجزائر كانت واحدة من هذه الدول اللي أبنائها حبوا أنه ينشروا كل ما هو وعي، كل ما هو أيضا ثقافة التحضر، ثقافة أنه نخرجوا من هذا الاستعمار وأنه نعيشوا عيشة الكرماء هنا في الجزائر. البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس يقول أنه أو يقال أنه اللبنة الأولى اللي وضعت أو سنة اللبنة الأولى التي تم من خلالها وضع أسس هاد الجمعية، جمعية العلماء المسلمين، كانت سنة 1913، لكن ما عرفتش النور وما خرجتش للعلن إلا سنة 1931. الفكرة بدأت في المدينة المنورة مع عبد الحميد بن باديس العلامة الراحل والبشير الإبراهيمي رحمة الله عليهم، وما زالت تستمر إلى غاية اليوم. نتعرف على جمعية العلماء المسلمين من خلال هذا الروبورتاج دائما من توقيع محطتنا الجهوية قسنطينة. جمعية العلماء المسلمين هي جمعية إسلامية جزائرية عرفت نشأتها على يد نخبة من العلماء الجزائريين خلال النصف الأول من القرن العشرين، متأثرة بذلك بفكر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعالم الجزائري عبد القادر المجاوي. ومنذ البدء حملت هذه الجمعية على عاتقها عدة أهداف نبيلة، من بينها النهوض بالشعب الجزائري وزرع القيم والأخلاق الإسلامية والمحافظة على هويته
وقد اتخذت لها شعارا مهما: الإسلام ديننا، العربية لغتنا، والجزائر وطننا. تأسست جمعية العلماء المسلمين في 5 مايو 1931 بنادي الترقي بالجزائر العاصمة على يد الشيخ العلامة عبد الحميد بن بديس، وقد لبى دعوة الشيخ يومها حوالي 70 عالما من مختلف جهات الجزائر. ضبط الشيخ عبد الحميد بن بديس محاور نشاط الجمعية، وارتكز على صفوة من العلماء العائدين لتوهم من المشرق ومن تونس، ومن يومها والمدارس الخاصة تولد وتزدهر بدعم من الأهالي والسكان. وقد توزعت مهام الجمعية على النحو التالي: الشيخ الطيب العقبي تولى نشاط العاصمة ومجاورها في الوقت الذي تولى فيه الشيخ البشير الإبراهيمي نشاط الجهة الغربية من البلاد انطلاقا من تلمسان، وأبقى الشيخ عبد الحميد بن بديس قسنطينة والجهة الشرقية تحت إشرافه. وهكذا اقتسم هذا الثلاثي العمل في البلاد كلها على الرغم من العراقيل والاضطهاد الذي كان يلاقيه هؤلاء. لكن الجدير بالذكر هو هبة الشعب على التعليم والإقبال عليه. وبعد 6 سنوات بادر الشيخ العلامة عبد الحميد بن بديس بوضع ما يشبه الميثاق أو الدستور لتسير الجمعية على هديه، ونشره بمجلة الشهاب العام 1937. لم تكتفي الجمعية بالنشاط داخل الجزائر، لكنه امتد خارجها لفرنسا تحديدا، حيث أرسلت عددا معتبرا من الأسماء العالمة على غرار الشيخ السعيد صالحي والفضيل الورتلاني، وذلك بتقديم بعض المحاضرات المتوجهة للجالية العربية حتى تحثهم أكثر على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وإتقان اللغة العربية كتابة وتكلما. إن حديثنا عن جمعية العلماء المسلمين هو حديث عن أشكال الحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن لغة الضاد. من قال إن كتب التاريخ لا تحفظ أسماء هؤلاء، ومن قال أن النسيان قد يطالهم يوما. قسنطينة لا تعيش لذاكرتها، إنها تشكلها على طريقتها الخاصة وتبدع كل تفاصيلها. هي جمعية العلماء المسلمين هي اللي قال فيها البشير الإبراهيمي: وأشهد الله على تلك الليالي من عام 1913 هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين التي لم تبرز للوجود إلا عام 1931. مشاهدينا، هذا كان عن جمعية العلماء المسلمين، وما زلنا متواصلين وإياكم. أكيد رح يكون عنا حديث شيق مع أحلام تحشاش عن كل ما يتعلق بالجانب التاريخي لقسنطينة، رح ننتظروا على كل ما هو تاريخ قسنطينة، على كل ما يميز قسنطينة. ربما هذا كله مع ضيفها الكريم. باش نروح عند أحلام تحشاش أكيد ليولفتنا أنه في كل يوم أحد وش لازم تعرف؟ جاوبنا على الأسئلة ديالنا. واليوم يادرة وش لازم نعرفه من خلال فقرتها في برنامج صباح الخير يا جزائر. خلونا نروحوا مع أحلام تحشاش ونتعرفوا على موضوع نهار اليوم ونشوفوا وش كاين أكثر فأكثر. نروحوا عندها البلاطو ديالها ونعود نرجعوا لكم بعدها مباشرة، ما تروحوش بعيد وابقوا أوفياء لنا. أنا أقول لك صباح الخير أحلام، وكيف الأحوال؟ خير يوسف، صباح الخير إلى كل مشاهدينا وفي برنامج صباح الخير يا جزائر. كما راكم تشوفوا فينا مشاهدينا اليوم رانا متواجدين في عاصمة الشرق الجزائري ومدينة الجسور المعلقة، مدينة العلم والعلماء. هذه المدينة التي تحتضن أكبر تظاهرة عربية، أكبر تظاهرة عربية، ألا وهي عاصمة الثقافة العربية. ومن هذا المنطلق مشاهدينا خصصنا باش نتحدثوا في فقرة اليوم على أهم التاريخ، أهم الحقب والمراحل التاريخية اللي مرت بها قسنطينة. لكن قبل هذا نرحب بضيفي الكريم سيد بوخلخال، مدير لجامعة قسنطينة. مرحبا بك وشكرا مرحبا لقبولك الدعوة. مرحبا بك سيدتي. ما نقول لك مرحبا بك معنا. لا انت مرحبا، مرحبا بك عندنا في قسنطينة، نحن أبناء قسنطينة، ومرحبا بكل المشاهدين في قسنطينة التي حققت هذا الحلم. قبل ما ندردش ربما أكثر في الموضوع نقول للمشاهدين نروحوا نتابعوا هذا الروبورتاج اللي حضره لنا زميلنا في المحطة الجهوية لقسنطينة ثم نعود. Thank you.
يعود الغريب إلي في ساعة متأخرة من اللهفة والشوق، فيتنفس هدئيا من الهدئة والقلب، يفعل ذلك كأن الغربة حرمته من هواء تعرف الطفولة شكله وقدرته العجيبة على إنعاش المرء. يعود الغريب إلي فيعبر الجسور في برد الشتاء، يعبرها مخطوفا في حبالها وفي كبريائها. بانتظار أنه الغريب يعود إلى قسنطينة، أكيد عندها أحلام وش تقول لنا في الناس قسنطينة، وتقول لنا في تاريخ ناس قسنطينة، وتقول لنا أيضا مع ضيفها الكريم الأستاذ بوخلخال عن كل ممكن وش يميز هذه المنطقة تاريخيا، من حقبات، من أيضا محطات زمنية تاريخية ميزت المنطقة. ممكن أنه نتحدث على قسنطينة مع أحلام مع ضيفك الكريم أكيد على مختلف هذه المراحل ومختلف هذه المحطات التاريخية، ولا وش قالوا أحلام؟ نعم يوسف، هكذا قسنطينة سيدي مرت بحضارات عديدة قبل الميلاد، كل حضارة خلت ربما عادات، خلت ثقافات وعادات مختلفة، فما هي ربما هذا المراحل والحقب التاريخية اللي مرت بها قسنطينة؟ بالفعل هذا يتطلب وقت طويل وطويل جدا، لأننا طول عمر قسنطينة أكثر من 2500 سنة. قسنطينة كانت لما كانت البحر الأبيض المتوسط ثلاث مدن، روما في الشمال وكارتاج في تونس وسيرتا أو قرطن في قسنطينة الحالية. هي قديمة وقديمة جدا ومرت بها حضارات كثيرة، حضارة الفينيقية، ثم جاءت الحضارة الرومانية، ثم الويندال، ثم البيزنطيين، ثم الفتح الكبير بعد الفتح الإسلامي على يد المهاجر بن دينار سنة 55 هجرية. بعد ذلك أصبحت قسنطينة أيضا حاضرة إسلامية كبيرة إلى جانب بجاية غربا وإلى جانب قرطاج وتونس شرقا، ومرت كانت أيضا مركز كبير علمي وديني وحضاري بكل ما تتميز به قسنطينة، مرورا بالغالبة، بالزيريين، بالموحدين، بالمرابطين، وأخيرا بالحفصيين، ثم العثمانيين. قسنطينة أيضا جاءت المرحلة الاستعمارية كانت مدينة مقاومة بامتياز ضد كل دخيل يريد أن يستعمر ويستعبد سكان قسنطينة والجزائريين ككل، إلى أن جاءت ثورة نوفمبر المباركة التي حررت البلاد والعباد من استعمار استيطاني دام 132 سنة، وها هي في ذكرى 60 للثورة تتميز وتحقق الحلم، وهو حلم قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. قلت أن قسنطينة مرت بحضارات عديدة مثل بحال الوندال، الفينيقيين، كل حضارة ربما خلات ولا تركت معالم ثقافية، وشنو هما أهم المعالم الثقافية المتواجدة بقسنطينة؟ أهم المعالم الثقافية، المعالم التاريخية والمعالم الكبرى هي المعالم الفينيقية، ثم المعالم الرومانية، ومنها هذا الجسر الذي بيننا وهو لمرور الماء إلى مدينة قسنطينة، إلى مدينة الصخر العتيق، ولكن تميزت في الفترات الإسلامية بتميز كبير بنظامها، باقتصادها، بأسواقها، بمساجدها، بزواياها، بمدارسها، لأنها مدينة العلم والعلماء، وكانت يأتيها كل الناس للعلم والعلماء من كل حدب وصوب، وهذا ما نجده في كتابات الرحالة. هؤلاء الرحالة سواء كانوا عرب ومسلمين أو غير مسلمين، عندما يأتون إلى قسنطينة يجدون هذا الزخم العلمي والحضاري والديني، حتى أن هناك من شبهها بالقدس لأنها مدينة جمعت الأديان، جمعت الطوائف المختلفة، وجمعت أيضا الحضارات المختلفة. في عهد النوميديين كانت تتعامل قسنطينة كعاصمة للدولة النوميدية بأربع لغات، البنوقية والأمازيغية واللاتينية ولغة أخرى اللوبية إلى غير ذلك من هذه الأنواع. وباقية قسنطينة متميزة بهذه الميزة، أنها قسنطينة تجمع كل الأطياف المختلفة بدون عنصرية وبدون أن تطرد وتقصي طرف على طرفين آخر. ربما ميزتها ما زالت حتى الآن أيضا، عندما نذهب إلى بعض المدن الجزائرية نلقى هناك تمايز بين السكان، هذا من جهة وهذا من جهة، قسنطينة لا تحسين بذلك.
ربما اسمح لي سيدي، الشيء اللي يميز قسنطينة عن باقي المدن الأخرى؟ عن باقي المدن أنها مدينة العلم والعلماء، وأنها مدينة مضيفة، وأنها تستقبل الجميع بالأحضان، وهذا ما نجده في كل الروايات المختلفة لأدباء عرب وغير عرب وقدماء ومحدثين، وأخيرا روايات أحلام مستغامي ورواية ذاكر الجسد تقول وشي الكثير عن قسنطينة، كأنها مدينة مضيفة وتستقبل الناس بالأحضان وابتسامة دائما. لم يبقى سيدي سوى أيام معدودات على كما يقال افتتاح تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، ماذا ستضيف عاصمة الثقافة العربية لتاريخ قسنطينة؟ نحكي لك على هذه التظاهرة، نحكي لك بقلبي ولا بعقلي؟ قلبك وعقلك. بقلبي نبكي أن حلم تحقق، حلم تحقق لأن قسنطينة ونحن أبناء قسنطينة من مواليد قسنطينة كنا نظن أنها قسنطينة ستزول وستذهب مع المدن التي زالت عبر التاريخ، ولكن بفضل هذه اللفتة التاريخية الكبيرة التي أهداها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى قسنطينة مع جامعة الدول العربية ومع الريسيو، أن قسنطينة الآن عادت جمالها كعروس، عادت أيضا بهذه المنجزات الكبيرة، وأن بالفعل أنها أصبحت مدينة الحضارة ومدينة العلم والعلماء ومدينة الثقافة العربية الإسلامية، لأن لا يمكن أبدا أن نفرق بين الثقافة العربية والثقافة الإسلامية، في الإسلام بدون عربية لا شيء، والعربية بدون إسلام أيضا لا شيء. إذن كل هذا الزخم الكبير من ثقافات وحضارات وعلوم بالفعل أنها الآن تتميز أنها مدينة العلم والعلماء برمع جامعات، وأنا أرأس هذه الجامعة جامعة الأمير عبد القادر التي تتميز معلم حضاري وعلمي وديني في هذه المدينة. كلنا أمل أن تساهم هذه التظاهرة. أحلام سمح لي فقط أن نضيف حاجة، تحدثت على التاريخ أكيد، قلنا أنه قسنطينة هي مهد الثقافة، مهد الحضارة، مهد نقدر نقول العلم والعلماء، قسنطينة أيضا هي التاريخ أكيد، في تاريخها ممكن يعني أكيد أنه هي قدمت الكثير للثقافة الجزائرية وما زالت تقدم لحد الآن من خلال الجمعيات، من خلال ما زالت بالفعل قسنطينة ونحن أطفال صغار في كل مقهى في كل شارع نجد الكتب، في المقاهي كانت عبارة عن نوادي ونواديها كثيرة وكثيرة جدا خاصة في عهد الشيخ عبد الحليم بن باديس إلى غير ذلك، والآن هذه التي فيها عدة مساجد صغيرة الآن أكثر من 300 مسجد، وكل مسجد بمدرسة، كانت مركز جامعي صغير بدأ في 1964، الآن ربع جامعات كبرى وربع مدارس عليا كبرى، وهذه المكتبات الكبيرة هي مدينة الثقافة والعلم والعلماء يا سيدي الفاضل. سيدي الفاضل والفضل كله لك سيدي، أنه يعني هذا اللي يميز قسنطينة واللي خلينا أنه نحب نشوف كل ما هو تاريخي عن قسنطينة في هذا الربورتاج من خلال أو من توقيع عقول المحطة الجهوية قسنطينة. المدن لا تختلف في شيء عن البيوت، ثمة أمكنة ندخل إليها فنعبرها بحياد وكأنها لم تعبر الذاكرة يوما، وثمة أمكنة ندخلها نستأنس بها بروحها بحاراتها بجغرافيتها الفريدة بأزقتها ورائحة الحجارة القديمة، فتترك فينا أو في أعماقنا خدشا أو هزة أو لحنا حميما. أنتمي لهذه النوعية من المدن، لهذا فلا عجب أن تقرأ حضوري البهي والمغاير في النص الإبداعي وفي الأشكال التعبيرية المختلفة. لن يسعني المقام هنا لأتحدث عن الرحالة الذين دخلوني يوما، ولا عن مذكرات أولئك الذين جعلوني أقيم في الضفاطر العتيقة وهم يبوحون لي، لكني سأدخل روحي من زاوية أبناء البلد الذين أبدعوني وكنت أرضا خصبة لأعمالهم الكبيرة، وهم يذهبون للمقامات حينا وللروح حينا آخر علهم يقبضون على جمري المتقد. الروائي الراحل الطهر والطار كان أول من أفرد لي رواية كبيرة هي الزلزال، وحاول عبرها أن ينصت لصوت الأسطورة أو الخرافة. ألست أرض الحكي الذي لا ينتهي وأرض السمر الليلي الذي يضيف لحادثة ما الكثير من التوابل، توابل التشويق والحلم. ملك حداد لم يسلم هو الآخر من أسري، فعلى مدار رواياته الأربع
أو ديوانه الشعري الشقاء في خطر ظل يردد جملته الشهيرة: السماء لا يمكن أن تكون زرقاء إلا إذا غطت مدينة كقسنطينة. ومن بيته بأعالي المدينة ظل على وفائه للنوافذ المشرعة المفتوحة يركض من نص روائي لآخر لعله يعطيني حقي بالخبل حينا وبالجملة الشعرية المركزة والمكثفة حينا آخر. أطلت بعده أحلام ابنتي لتفاجئ الوطن العربي كله برائعتها ذاكرة الجسد، الرواية التي كرمت فيها ملك حداد وكرمت خالد بن طوبال، الفنان الذي فقد ذراعه بالحرب التحريرية لكنه لم يفقد هوسه في رسم جسوري المعلقة وإبداع أشكال متعددة لامرأة أقامت في الروح وفي النص. ومن ذاكرة الجسد قفزت أحلام لفوضى الحواس فعبرت عشرية لم تكن رحيمة على البلد وعلي، لكنها لم تقتل شوق الإنسان وارتباطه بالحياة قبل أن تنتهي لعابر سرير وقالت: كيف يمكن أن أتحول إلى ذاكرة وإلى منارة مشعة بمرارة الغربة. أحلام حملتني في حلها وترحالها وقالت: حكايتي وحكاية مكان وحكاية بشر أحبوني كأجمل ما يمكن أن تكون قصص الحب. رشيد بوجدرة كتبني بنصه المربك تيميمون وعاد لإحدى ثانوياتي، كأنما الطفولة هي أرض الكتابة ومعينها الذي لا ينضب. أستمر حتى اليوم عبر عدد هائل من النصوص الشعرية والروائية الشابة التي تقول رؤيتها للدنيا وللعالم، وأزدهر كلما نامت الدنيا وأستيقظ بشوق الكتابة وبشوق الشعراء والفنانين. إني أعتز بنفسي أحيانا حد الفخر بأني أقيم في الكتاب وفي الحبر المخطوف والفكرة العالية، وأحتاج لأن أضل على سفري الجميل ذاك وأتوق لأن أراني بعيون أجمل وأعمق. وأكيد هي بعيون أجمل وأعمق نشاهد قسنطينة ونعيش في قسنطينة مدينة التاريخ، مدينة العلم والعلماء. والحديث يتواصل عن تاريخ هذه المنطقة مع أحلام اللي راح مع ضيفها الكريم أستاذ بوخلخال اللي راح يتحدثوا أكثر ويتعمقوا أكثر في كل ما هو تاريخي، أليس كذلك أحلام؟ يوسف سيدي، فقط قسنطينة راهي تعتبر مهد للتاريخ، وشنو هو رأيك ربما في هذا الشيء؟ بدون شك هذا لما نقوله نحن قالوا كل الكتب من 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 عرب وغير عرب وأجانب وكل الرحالة الذين مروا من هنا من ابن خلدون الذي كان هنا وعاش في قسنطينة، أيضا من كثير من الأعلام، وهناك من أبناء قسنطينة من أخذوا جوائز دولية، هي مهد التاريخ. حفيظ ماسينيس أخذ الجائزة الأولمبية من أثينا قبل 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 2500 سنة إلى هذا. إذن قسنطينة وخاصة في المرحلة الاستعمارية كانت كادت الاستعمار الفرنسي أن يقضي على مظاهر قسنطينة العلمية والدينية والتاريخية والحضارية والعادات والتقاليد إلى غير ذلك، إلى أن أبناء قسنطينة وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بديس الذي عاد من المشرق في 1913 وبدأ ينهض بنهضة علمية بالتعليم، أولا تعليم المرأة. المرأة القسنطينية كانت لا تذهب حتى للكتاتيب لحفظ القرآن الكريم، وجاء الشيخ عبد الحميد بديس وفرض على الناس أنهم لابد من إرسال بناتهم مجانا إلى المدرسة سيدي بومعزة لتعلم القرآن، لتعلم أيضا اللغة العربية، لتعلم الفقه، لتعلم التاريخ، لتعلم هذا، وبدأت نهضة أيضا. ثم بعد الاحتفال القرن في 1930 كان ردت الفعل كبيرة وكبيرة جدا في قسنطينة وفي كل مدن الجزائر على احتفال القرن لفرنسا التي ظنت أنها ستبقى دائما وأبدا في الجزائر، إلى إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، واستجاب القدر بفضل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كان يرأسها الشيخ عبد الحميد بديس وابن قسنطينة، ونشاطاته كلها كانت تقريبا في قسنطينة مع أبناء الجزائر الذين كانوا يأتون إلى قسنطينة في الجامع الأخضر يتعلمون على يد ابن بديس، ثم يعودون إلى قراهم إلى مدنهم فيزرعون العلم والمعرفة ويزرعون شعار شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، ويزرعون شعار الجزائر وطننا والعربية
لغتنا والإسلام ديننا. ومن هذه الشعارات التي أيضا أخذتها كل النخب السياسية أنذاك وبدأت النهضة العلمية والنهضة السياسية والنهضة الحضارية في قسنطينة إلى أن استرددنا الاستقلال سنة 1962، وبدأت النهضة الأخرى تعود قسنطينة إلى مكانتها التاريخية بزخمها بعلمائها، وما كانت وما زالت وستبقى مدينة العلم والعلماء بأربع جامعات الموجودة في قسنطينة. والتظاهرة الثقافية وعاصمة الثقافة العربية أيضا راح تضيف لتاريخ قسنطينة. كلمة أخيرة. ما تستعجليش، عندنا 365 يوم وربع اليوم، كل يوم إن شاء الله نقدموا فيه شوية ملتقيات ولقاءات ومعارض ونشاطات مختلفة، وستجدين إن شاء الله في الافتتاح هذه الملحمة الكبيرة التي تبدأ من مصينيسة إلى هذا الجسر العملاق الذي نفتخر به في قسنطينة، وإن شاء الله تحضري لهذه الملحمة وتشوفي تاريخ قسنطينة وماذا فعلت قسنطينة وكيف كانت وكيف كانت دائما مدينة متميزة ومدينة مقاومة ضد كل معتدي أثيم. ضيق الوقت ربما سيدي ما يخليناش باش نتحدثوا على تاريخ قسنطينة، سنلتقي مرات أخرى إن شاء الله ومرات أخرى إن شاء الله باش نتحدثوا أكثر ربما ونتفصلوا أكثر في تاريخ قسنطينة. كان هذا كانت هذه فقرتنا لنهار اليوم، نتلاقاو غدوة إن شاء الله يوسف وكل المشاهدين إن شاء الله. أحلام وبيضرة غدوة إن شاء الله، وش راح يكون الموضوع كذا، راح تكون حاجة تماكلة لأنه الاستهلاك ولا راح يكون غدا بحول الله تعالى. شكرا لك سيدي الكريم كنت حضر معنا من خلال برنامج صباح الخير، وعلى كل هذه المحطات التاريخية اللي خديتنا من خلالها لما لا، واللي حتدخل إن شاء الله قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في سجل قسنطينة التاريخي باش نشهدوا عليها ونبقاو شافين عليها بحول الله تعالى. وأكيد أن الملحمة راح نكونوا حاضرين فيها لأنه البرنامج يستمر لغاية 18 من شهر أفريل 2015 هنا في قسنطينة، اما برنامج صباح الخير ولا برنامج سيدتي ايضا مع نسيمة شاوش، اللي من خلال هذا البرنامجين سنحاول ان نغطيه مختلف التظاهرات ومختلف الفعاليات الثقافية في هذه التظاهرة، ولا واحدة من اكبر التظاهرات الثقافية في الوطن العربي قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. قالوا عنها الكثير وقالوا العرب ايضا في اغنية من الاغنيات، يلا نسمعها واياكم. You're leaving your name.
فنية صغيرة رحنا فيها مشاهدينا ومازلنا متواصلين معكم. كيقولوا المالوف وقولوا قسنطينة، وقسنطينة هي راح تكون إن شاء الله عاصمة الثقافة العربية بامتياز سنة 2015. اللي رانا موجودين عندهم ورانا ضياف أيضا عندهم، ويحضر معنا في هذا الصباح السيد والي ولاية قسنطينة السيد حسين وضح. نقول لك صباح الخير سيدي. أهلاً طيب وأهلاً وسهلاً، أهلا بكم من خلال برنامج صباح الخير، وشكرا على قبول الدعوة. الله يبارك فيكم. لو تحدثنا سيدي على قسنطينة اللي راح تكون إن شاء الله، وإحنا أنا مشارف يعني فقط أيام قليلة تفصلنا على الافتتاح الرسمي والانطلاقة الرسمية لهذه التظاهرة، لو نقول أنه مؤهلات كثيرة على أساسها تم اختيار قسنطينة لتكون عاصمة للثقافة العربية أكيد 2015، وشنو هي هذه المؤهلات ممكن؟ شكرا على كل، هي قبل كل شيء من أعرق المدن، يعني ما ننساش أنها انشئت منذ 25 قرن، وبطبيعة الحال هي مدينة يعني عريقة، لها تاريخ، لها رصد ثقافي، لها تاريخ ثوري، وهي بطبيعة الحال عاصمة الشرق الجزائري. ويعني بالنسبة للسلطات العليا وخاصة السيد رئيس الجمهورية فيكن لها يعني تقدير كبير واحترام ويحبها، والدليل على ذلك أنه زارها أكثر من 16 مرة. وأعتقد أن هذا هو هذه المؤهلات اللي خلاته يعني يختارها باش تحتضن هذا العرس الكبير، عرس الثقافة العربية 2015 أكيد، واللي راح يتشهد الانطلاقة كما قلنا في انطلاقة رسمية يوم 15 وللناس يوم 16 إن شاء الله أفريل 2015. من حيث ممكن البنى التحتية المنشآت أيضا سيدي الكريم، وش راح تستفاد قسنطينة ممكن من هذه التظاهرة؟ هو لأن إحنا موجودين حاليا في فندق ماريوت، وهو من نتاج يعني التظاهرة، يعني إضافة إلى هذا المرفق السياحي الرائع، يعني فتم إنجاز العديد من المرافق الثقافية وغير الثقافية. أذكر على سبيل ذكر المثل للي حصر القاعة الكبرى للعروض، وإعادة الاعتبار للكثير من المنشآت بما فيها ذلك دار الثقافة الملك حداد، وقصر الثقافة حنين الخليفة، والمسرح الجهوي، ودور ثقافة أخرى على مستوى العديد من القارات الدوائر، إضافة إلى المتاحف، وإعادة الاعتبار إلى
القطاع المحفوظ او التراث المادي الوطني. هذا ممكن يعني في جولة خفيفة عن المنشآت والبنى التحتية اللي ممكن راح تستفاد منها قسنطينة لكونها راح تكون عاصمة الثقافة العربية 2015 بحول الله تعالى. بدا العد التنازلي اكيد للانطلاقة الرسمية، ما قعدش كثير من الوقت باش تكون هناك انطلاقة رسمية. ممكن انه اللي زار قسنطينة في السابق وزارها الان يلمح فيها تغيير كثير من خلال يعني المنشآت، من خلال حتى يعني مختلف نقولوا التحضيرات اللي وصلت ليها هذه التظاهرة. وش نقدر ممكن نقوله على التحضيرات هذه اللي وصلناها؟ نظن كما راكم تلاحظوا أن وجه قسنطينة تغير، يعني دليل على ذلك يعني راكم تشوفوا يعني هذه المنشآت وكذلك الأشغال الهادفة إلى إعادة الإعبار للمنشآت الأخرى مثل ذلك المنشآت القاعدية والدينية وكذلك يعني تهيئة الساحات والفضاءات والحظائر وحتى العمارات يعني أخذت حظها يعني من هذه التظاهرة يعني باش تستقبل قسنطينة يعني هذه التظاهرة بوجه يعني يليق بمقامها أولا ومقام ضيوفها الكرام. بالنسبة للتحضيرات احنا بصدد اللمسات الأخيرة احنا جاهزين يعني باش نستقبل هذا العرس في أحسن ظروف إن شاء الله. إن شاء الله أكيد أنه العرس هذا اللي راح يكون في قسنطينة، هذا العرس الثقافي اللي ممكن الافتتاح تاعه راح يدوم يومين، لكن هو راح يدوم على مدار السنة لأنه اختتام هذا التظاهر راح تكون يوم 15 أبريل 2016. أكيد أنه ممكن الناس تقول هناك ملحمة يوم 15 و16، أكيد هذه داخلة في البرنامج، لكن برنامج آخر راح يكون يعرفوا هذا العرس الثقافي ممكن القسنطيني وش راح يكون فيه ممكن خلال السنة. بطبيعة الحال مادام فيه مشاركة البلدان الشقيقة والصديقة فبطبيعة الحال لكل بلد أسبوع ثقافي، إضافة إلى ذلك فنحتضن كذلك الأسابيع الثقافية نتاع 48 ولاية بما فيها قسنطينة تكون كذلك يعني حظها في هذه الأسابيع الثقافية، وبالتالي احنا يكون نشاط مستمر على مدار السنة، إضافة بطبيعة الحال إلى الزيارات تاع الوفود لأحياء المدينة والمناطق يعني السياحية والأثرية. المهم يعني راح يكون إن شاء الله تكون إن شاء الله حافلة يعني بالنشاط الثقافي والفكري والأدبي إن شاء الله. أكيد أن البرنامج راح يكون حافل وهذا يعني الشيء ما يخفاش على قسنطينة وعلى ناس قسنطينة أنهم يعني كرماء ويحبوا يعني الضيف ويضيفوا الناس، بدليل أنه اليوم أنا من خلال برنامج صباح الخير وكل الجزائري اللي يشاهدونا هنا في قسنطينة متواجدين معكم باش نعيشوا معكم هذه الفعاليات. ممكن سيدي الكريم في الأخير كلمة توجهها للمشاهد الكريم، ممكن هي دعوة للجمهور القسنطيني وكل الجزائريين أنهم يجيوا؟ نعم بطبيعة الحال احنا هذه الحفله هذه يعني بطبع الحلمه ما يندرج فقط على المؤسسات وانما هو موجه الى المواطنين والمواطنات، ونتمنوا انهم يغتنموا هذه الفرصه يعني باش يجيوا يعني يزوروا هذه المدينه الكبيره المدينه المضيفه ويكتشفوا يعني سرها ويكتشفوا يعني اناقتها وجمالها، ونتمنى لهم مسبقا اقامه طيبه بين احضانها ان شاء الله. واكيد انه يعني احلام ما انه رانا عايشين معكم هنا هذه الايام نهار بنهار سويعه بسويعه قبل الافتتاح. اكيد راح يكون افتتاح شيق لانه اكيد الحاجه اللي تتوجد هي مفاجاه لكل الناس اللي حابين انهم يكونوا حاضرين وانهم يجيوا هنا لقسنطينة باش يعيشوا هذا الافتتاح ان شاء الله. اتمنى لهم اقامه طيبه بيننا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سيدي الكريم. نقول انه كان معنا السيد ولي ولايه قسنطينه السيد حسين وضح في هذا الصباح للتحدث عن كل ما يميز ممكن هذه الفعاليات وهذا العرس الثقافي. شكرا لك سيدي اللي كنت معنا في هذا الصباح. العفو بارك الله فيكم. ان شاء الله الى فرصه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. شكرا لك سيدي الكريم. اذا متواصلين معكم من خلال نعم سيدي تفضل. شكرا بارك الله فيك. فيك بركة. شكرا لك. وزلنا نتواصل معكم من خلال برنامج صباح الخير ونتواصل وياكم إلى غاية نهاية عمر هذا المباشر. ابقوا معنا وابقوا ديما أوفياء لنا ما تروحوش بعيد. ما زلنا نتواصل وياكم. أكيد ما قعدش بزاف وقت باش نختموا البرنامج، لكن في هذا الوقت أكيد راح تشوفوا كل ما هو جديد وكل ما هو يهمكم أنتم اللي حابين تتعرفوا أكثر على كل ما يميز هذه التظاهرة ويميز أيضا قسنطينة. أنا معكم ورايحين نكونوا معكم. شكون نسيم مشاوش راح تكون في خلال برنامج سيداتي من 9:10 لـ10 لكن الآن ابقوا معنا من خلال برنامج صباح الخير. استراحة فنية مشاهدينا وراجعين. الحضرة يشوف البرهان يا بابا محمد يا
الأبيات. وكي نتخمر ما نوجد راحة. يا بابا يا بابا ويهيج وحش المحبوب عليا. يا بابا يا بابا يا مركبنا مزاك بوضلالة. كانت هذه استراحة فنية مهدية للجميع. نذكر ونقول أنه هذا الاستراحات الفنية اللي شفتوهم معنا هما من إنتاج المحطة الجهوية قسنطينة، وبالتحديد من إخراج زميلنا سمير قنز اليوم معنا هنا في البلاطو، وكل زملائنا اليوم هنا معنا في فرقتنا التقنية للمحطة الجهوية قسنطينة. نحييهم بالمناسبة ويحييكم هما أيضا بدورهم أنتم المشاهدين لك وتشاهدونا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. أكيد أنه كل واحد ممكن أنه يرحل عن الديار، يهاجر الدار ويروح البلاد من بلاد لبلاد، يسافر في العالم هذا، لكن أهم شيء أنه هو يعاود يولي للبلد الأم أدياله. بزاف ناس راحت وتغربت لكنها رجعت وولات لبلادها. هذه الناس اللي رجعت وولات لبلادها حبت أنها لما لا تعبر على وش كان في قلبها، أنها ممكن تقول وتلحق رسالة للناس اللي مازالهم في الغربة. علاش لا علاش ميوليوش لبلادهم بالناسهم وأحبابهم. ناس الغربة، واحد منكم عنده وش قال في هذا الروبورتاج. يعود الغريب إلي في ساعة متأخرة من اللهفة والشوق، فيتنفس هوائي ملء الرئة والقلب. يفعل ذلك كأن الغربة حرمته من هواء تعرف الطفولة شكله وقدرته العجيبة على إنعاش المرء. يعود الغريب إلي فيعبر الجسور في برد الشتاء، يعبرها مخطوفا في حبالها وفي كبريائها وتحولها لمراسيل حب في ساعة رجل يستعجل الوقت ليعانق سماء لحظته بما يليق بوجع الحقائب وحياد بلاد الناس. يعود الغريب إلي فيقف قليلا أو كثيرا عند الكورنيش، يرقب عبور السيارات حينا ويرقب تدفق وادي الرمال وهو يمضي عبر جسر الشلالات بعنفوان غير مسبوق. يعود الغريب إلي فيدخل زقاقا عتيقا ليشم رائحة مكان، لينصت لصوت الحارات التي كانت عامرة يوما بأغاني الملوف ببحة الفقيرات ودلال البنوتات. يعود الغريب إلي فينخرط في زحام الشوارع الكبرى، يختلط بالناس، يقف مبهورا أمام الواجهات التي تغيرت، أمام المحلات القديمة التي غادرت نشاطها القديم وحلت محلها نشاطات جديدة. يعود الغريب إلي ليجلس بمقهى الحي، يلتقي أصدقاء طفولته تسبقهم الأحضان إلى ذلك، فيسارعون من يدفع ثمن القهوة، وحده الكرم يعرف سبيله لعاداتي. يعود الغريب إلي فأمنحه من مواسمي ما أمنحه لأبناء عادة، بشتاء الساعات يرتديني كنزة صوفية تقيه برد الغربة، وصيفا أهب على وجهه نسمة منعشة وحمامة حب.
يعود الغريب إلي وهل يجد أما أحن مني. تعال بني فإن صدري جائع لاحتضانك، تعال هذه أنا قسنطين الحنينة. كانت هذه رسالة غريب عاد من أرض الغربة إلى قسنطينة إلى البلد الأم والبلدة الأم. مشاهدين احنا إذا كنا نضمن لكم هذا البث المباشر في هذا الصباحة، رانا متواجدين هنا في فندق ماريوت، هنا في هذا الفندق في هذا التحفة العمرانية اللي تم إنجازها تزامنا، وقسنطينة عاصمة الثقافة العربية هو واحد من البنى التحتية اللي راح يساهم كثيرا في إنعاش السياحة نقول الجزائرية والسياحة القسنطينية بالتحديد هنا في قسنطينة، خاصة المحلية بالنسبة للسياح المحليين والسياح أيضا الأجانب اللي حبوا يجيوا ويزوروا قسنطينة. كذلك كل ما يتعلق بقسنطينة وكونها عاصمة للثقافة العربية راح نتحدث عليها أكثر مع ضيفنا الكبير الكريم اللي راح يعني يلتحق بنا بعد اللحظات إن شاء الله من خلال برنامج صباح الخير. هي جزائر منجزات كبيرة ومنشآت كثيرة تم إنشائها في إطار هذا التظاهرة، وكاين من تم ترميمها كذلك مشاهدينا. من بين المنشآت نقدر نحضر عليها مشاهدينا هي أو هي قول دار الثقافة محمد العيد الخليفة اللي حنتعرفوا عليها من خلال هذا الروبورتاج من إنجاز زميلنا وليد ساري. قبل ممكن ما نشوفوا ريبورتاج قبل ما نروحوا نجولوا يعني أزقة قسنطينة باش نتعرفوا على بعض المنشآت ومن بينها هذا المنشأة الثقافية، قلنا أنه رانا متواجدين بالماريوت. وش رأيكم ممكن يعني احنا رانا هنا في لاتيراس، الناس راهي تشوفنا، لكن ممكن حابين تتعرفوا عليه وش فيه كيفاش مخدوم وش فيه حتى يعني من الداخل. يلا نشوفوا اياكم هذا الفاصل الخاص بهذا الفندق وراجعين. Dans une suite présidentielle, des chambres seniors, des chambres juniors et 159 entre chambres de lits séparés et grands lits. نورنا متواجدين في هذا الفندق فندق ماريوت اللي كنا شفناه وياكم وشفنا بعض الصور اللي ممكن من خلالها نعرفوا لو قليلا على هذا الفندق الرائع، لكن اكيد انه للزائر لقسنطينة راح يجي هنا وراح يشوف تحفة معمارية بامتياز كما قلنا مشاهدينا اللي تزامن انشاء دياله والانجاز دياله مع تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. مشاهدينا مازلنا معكم مازلنا نتواصلوا وياكم، كنا تحدثنا انه راح نروحوا بكم الى ازقة قسنطينة وحين تعرفوا على مختلف المنشآت واحدة بواحدة ممكن ولو يعني القليل منها اللي راح نشوفوها من خلال برنامج صباح الخير. يا جزائر راح نتعرفوا على دار الثقافة وقصر الثقافة محمد العيد الخليفة، هاد المنشأة الثقافية اللي راح أو لإعادة تم إعادة ترميمها أقول مش تستقبل العديد من الناس اللي راح يجيوا لقسنطينة، العديد من البرامج الثقافية والتظاهرات الثقافية وكذلك الأسابيع الثقافية لمختلف البلدان المشاركة والولايات المشاركة كما سبق وقال لنا سيد ولي ولاية قسنطينة، وكنا تحدثنا على البرنامج حتى عرفوا قسنطينة ممكن وهذا العرس الثقافي بامتياز رايح تعيشه قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. رايحين نكونوا معكم ورايحين نحاولوا أن نغطيهم مختلف هذه الفعاليات. احنا على جينا اليوم
اليوم من 12 إلى 18 حنعيش معكم ما قبل وبعد وأثناء يعني الافتتاح الرسمي إما من خلال برنامج صباح الخير ولا من خلال برنامج سيدتي أيضا مع نسيمة شاوش. إحنا مازلنا معكم مازلنا متواصلين وإياكم. يلا نروح بكم إلى قصر الثقافة محمد العيد الخليفة في خلال هذا الروبورتاج من توقيع وليد ساري. قصر الثقافة محمد العيد الخليفة بقسنطينة، التحفة الفنية بهندسته المتميزة وبتوسطه قلب المدينة، انتهت الأشغال الكبرى فيه ولم يبقى إلا عمليات التنظيف وبعض الرتوشات واللمسات الأخيرة، وهذا من أجل تسليمه في أقصى وقت وفسحه للعروض الثقافية والفنية الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. الأشغال انطلقت في ماي 2014، المدة يعني استغرقت حوالي 10 أشهر حاليا، ونحن الآن رانا في النهاية، يعني بقيت بعض الرتوشات وننتهي من الأشغال إن شاء الله قبل 16 أبريل. العديد من العروض الفنية سيحتضنها قصر الثقافة ابتداء من يوم الافتتاح الرسمي، وستسمح للجمهور القسنطيني وكذا الوفود العربية المشاركة في فعاليات التظاهرة من اكتشاف قسنطينة بواسطة مختلف العروض الفنية والثقافية التي سيحتضنها القصر. رانا نحضروا في الافتتاح إن شاء الله يوم 16 أبريل المقبل ثلاث معارض، واحد تشكيلي للمرحوم كمال نزار، الفنان تشكيلي القاسم من قسنطينة من مدينة قسنطينة، المعرض تاعو يمثل كل الفن تاعو منذ بدا منذ صغره، واسمه بين الآمال والآلام، ومعرضين للتراث، معرض يتكلم عن من التراث القسنطيني المخطوط، والمعرض الثاني يتكلم عن قرطن سيرتا الممالك النوميدية اللي حتتكلم عن تاريخ قسنطينة منذ العصور الأولى إلى حدنا إلى يومنا هذا. منشأة ثقافية جديدة إذن ستستفيد منها قسنطينة في إطار تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، وبهذا القصر المتميز ستشرق من خلاله قسنطينة بثقافتها وإبداع فنانيها في مختلف المجالات. كان هذا الروبورتاج من توقيع وليد ساري اللي من خلاله تعرفنا على هذا القصر، قصر الثقافة محمد العيد الخليفة. كما قلنا أنه اللي راح يحتضن مختلف ممكن الفعاليات ومختلف المعارض الثقافية اللي راح تشهدها أو يشهدها برنامج قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، كذلك راح من خلاله يعني نعيش كل ما هو أسابيع ثقافية بالنسبة للبلدان المشاركة 21 دولة عربية، أو من خلال مشاركة 48 ولاية بما فيهم قسنطينة من خلال أسابيع ثقافية اللي راح نحاولوا من خلالها أنه نعيشوا العادات التقاليد ما تحتويه الجزائر من نقولوا زخر ثقافي، وكذلك كل ما هو تراث مادي ولا مادي جزائري في مختلف الولايات. قسنطينة مشاهدينا هي أيضا اللي معروفة بالعديد نقولوا من الأحياء العتيقة، ومعروفة أيضا بالسويقة، سويقة اللي هي تصغير لكلمة السوق. رايحين نروحوا ليها، رايحين تعرفوا على هذا المنطقة من خلال يعني نقدر نقولوا حكاية مكان، نتعرفوا على حكاية هذه البلاصة، نتعرفوا على حكاية الناس اللي عايشين فيها، نتعرفوا على حكاية القسنطينيين كيفاش يتعاملوا مع هذا المنطقة وش يجوزوا فيها ممكن. كل هذا هنتعرفوا عليه من خلال هذا الروبورتاج اللي راح نشوفوه إن شاء الله، ومن خلال روبورتاجات أقول أخرى رايحين نروحوا بكم من خلالها في كل مرة إلى منطقة من المناطق، إلى محطة من المحطات، إلى نقطة من النقاط. لكن الآن راح نتعرفوا على السويقة في هذا الرواية وفي هذا الحكاية من حكايات هذا المدينة من خلال هذا الروبورتاج. نشوفه وإياكم وراجعين. العصور البكري كانت سوق عبارة عن سوق كبير، سوق كبير فيه كل شيء، كل ما يحتاجه الإنسان من احتياجات، من خضر، من فواكه، من أشياء كثيرة. على كل حال أنا الشيء اللي الصورة الأولى اللي تجي في بالي هو نشوف الساحة هذه الكبيرة اللي
في وسطها هو الصباط اللي نسميه الصباط. الصباط له هو سوق له أربع دخلات، وكنا بكل إحنا صغار نسميوها الأوتيل دي كات بورت. وداخل هذا الصباط كاين اللي يبيعوا الخضر، كاين حوانيت تجار من كل نوع، يعني اللي يبيع الزلابيه، اللي يبيع يعني الحلاقين الى اخره. راح تشوف كذلك تمثل بالنسبه لنا الحي اللي كنا نلعبوا فيه احنا صغار، ساحه كيتفرغ من الطوابل هذوك تاع الخضره، تبقى ساحه يعني مستعده باش نستغلوها كميدان لعب الكره. هيكلة المواد البناء القديمة كانت أساسا تعتمد على عنصرين، البريك الأجر، الأجر بلان يعني بريك بلان، والحجر. ومن أهم مزايا هاتين المادتين أنها كانت عازلة للصوت وعازلة كذلك للحرارة، وبالتالي كانت البيت القديم له دفء في الشتاء وله كذلك حرارة، نسبة حرارة منخفضة في الصيف. وكان الإنسان لا يحتاج إلى كليماتيزور حالي يعني، وعندنا نسبة البرودة. إضافة إلى ذلك أن هناك أبعاد في البناء، مثلا نجد باللي الأزقة كانت ضيقة، وبما أن الأزقة كانت ضيقة كانت هناك نسبة الظل على الواجهات وما يخليش يعني الشمس تدخل بصورة مباشرة. كذلك نجد أن كل البيت كان سكون أبيل انتروفيرتي يعني مغلوق من الخارج ومفتوح للداخل. وهذا الشيء عنده سببين، أولهما هو أولا أن نبعد كل الفوارق الاجتماعية، يعني باش ما ننظروش من الخلف أو من الواجهة الخارجية من هو فقير ومن هو غني. وكانت الغناء يعني الغناء في الداخل، وليست هناك عناصر ثراء يعني مزرية في الخارج. من ناحية أخرى كذلك غلق البيت على نفسه من الداخل، كانت هناك رواق وسكون أبيل أن باسيو أنتوري داركاد، يعني تخلي باللي البيت الخارجي أو المور إكستيريور دو لا شامبر ني جامي أن مور ديريكت. في هذا الحي كذلك يذكرني المدرسة الوحيدة اللي كانت عندنا هي مدرسة علي خوجة، للآن يسموها سيام زايد. يعني كل سكان كل أولاد نتاع هذا الحي قرأوا عداوا على هذه المدرسة الابتدائية. وفي رحبة صوب كذلك كي نخرجوا من المدرسة هذه الابتدائية اللي كنا يكون جاء نشفى على واحد كان يصنع نايات الجواوق بالحطب سميه شارلو. وعلى هذا الأساس أنا اللي تعلمت شوية يعني دي بريب دو موزيك بهذاك الجواب. كل ما يميز ممكن هذا المنطقة من أحياء عتيقة، من أزقة عتيقة أيضا، كما قلنا أن السويقة هي فقط تصغير لكلمة السوق اللي كانت تعرف انتعاش كبير في قسنطينة وما زال أيضا تعرف انتعاش كبير. قطع آخر ممكن مهم في قسنطينة ومهم أنه يعني انسلطوا الضوء عليه أكيد من خلال برنامج صباح الخير الجزائر هو قطاع السياحة، ويحضر معنا مدير السياحة لولاية قسنطينة السيد لباد حسين لو حضر معنا في هذا الصباح. ونقول لك صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدي، مرحبا بك معنا في خلال برنامج صباح الخير. شكرا، أهلا بكم في قسنطينة. شكرا لك سيدي الكريم. ممكن يعني لو تحدثنا على قسنطينة كقبلة سياحية وكوجهة سياحية بالنسبة للسياح الجزائريين والسياح الأجانب، تحدثوا أيضا على مقومات السياحة بالمنطقة وش يخلي أنه المنطقة تكون سياحية. ممكن بعد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر أولا التلفزيون الجزائري على هذه السانحة التي أعطتها لنا لتوضيح وإبراز ما
تزخر به قسنطينة من مقومات سياحية تجعلها قبلة سياحية وطنية ودولية. قسنطينة تاريخ وجغرافيا، قسنطينة من خلال تاريخها العريق اللي يمتد إلى أكثر من 2500 سنة أعطاها مكانة خاصة في الجزائر أولا وفي أعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط ثانيا، لأنها تعتبر من الحضائر الكبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كذلك موقعها الجغرافي، قسنطينة لها موقع جغرافي مميز قلما نجده في أماكن أخرى، إن لم نقل لن نجده في أماكن أخرى، لأنها بنيت على صخر وعلى صخر محاط بأخاديد. كل هذه المقومات الجغرافية والتاريخية أعطت لقسنطينة مكانة خاصة، مما جعلها قبلة للحضارات، حيث شهدت العديد من الحضارات على غرار الحضارة الفينيقية الرومانية ما قبل التاريخ كذلك، لأنه قسنطينة معروفة بتاريخها العريق. قلت كل هذه الحضارات على غرار الفينيقية والرومانية الإسلامية العربية إلى الوجود العثماني والفرنسي في الجزائر أعطى لهذه المنطقة ميزة خاصة جعلها تكون حق من الحضائر السياحية إن صح التعبير المهمة في الجزائر وفي البحر الأبيض المتوسط. ممكن أنه يعني أهمية هذا السياحة تكمن أيضا في تنوع السياحة بالمنطقة، لو تحدثنا ممكن على الأنواع السياحية اللي الناس تجي لقسنطينة ممكن أنها تشوفها. يعني قسنطينة ما عندها سياحة شاطئية، ما عندها سياحة بحرية، لكن عندها أنواع ممكن من السياحة الأخرى اللي تميزها عن مناطق أخرى، وشنو هي ممكن الأنواع قسنطينة؟ بالاستناد إلى هذا التاريخ العريق ولهذا الموقع الجغرافي المميز، أنه قسنطينة أصبح لها تنوع سياحي يتمثل خصوصا في السياحة الثقافية والسياحة الدينية والسياحة الطبيعة، الخصوص هذه الأنواع الثلاثة المميزة لهذه المنطقة، بالإضافة إلى السياحة العلمية، بالإضافة إلى السياحة العلمية لتواجد الكبير للجامعات في قسنطينة مما أعطى هذه المنطقة مكانة خاصة. قسنطينة كذلك تتوسط جميع الولايات، ولاية الشرق الجزائري التي لا تبعد عن قسنطينة إلا حوالي 100 كيلومتر لكل ولاية، ومما جعلها يعني يكون لها تاريخ وثقافة كبيرة، بالإضافة إلى الموروث الثقافي لقسنطينة والوجه المادي له هو الصناعة التقليدية التي تتميز بها هذه المدينة، والتي تعتبر حقيقة مهد للصناعة التقليدية، مما جعلها تتبوأ مكانة مهمة في الجزائر وفي ومنتوجاتها، منتوجات الصناعة التقليدية القسنطينية نجدها حتى في الصالونات والأسواق العالمية. ممكن أنه يعني تعاقب الحقبات الزمنية على قسنطينة وتعاقب الحضارات أيضا على قسنطينة جعل أنه مختلف الثقافات يعني تحط هنا في قسنطينة، وهذا اللي خلى ممكن أنه السياحة الثقافية تأخذ جانب كبير ممكن. طبعا كما قلت سابقا أنه تعاقب الحضارات، تعاقب الوجود الإنساني على قسنطينة، لأنه من بعض الحفريات والدراسات تقول أن الوجود الإنساني يمتد إلى أكثر من مليوني سنة في قسنطينة، وبالتالي هناك شواهد كثيرة على هذا، على غرار الدولمان اللي موجودين في منطقة بونوارا. قلت كل هذه المقومات وكل هذه المصادر الثقافية التي مرت على قسنطينة جعلت منها أنها تكون قبلة للثقافة الإنسانية بامتياز. يعني أكيد هي قبلة للسياحة الثقافية بامتياز لمختلف السياحات ممكن لنشؤل أو الأنواع السياحية الأخرى اللي نشوفوها هنا في قسنطينة. كذلك سيدي الكريم، كسائح جزائري جيت هنا لقسنطينة أو كسائح أجنبي رح يجينا هنا إن شاء الله لقسنطينة، وش ممكن أنه يشوف يعني هنا في قسنطينة؟ وين ممكن أنه يروح لقسنطينة؟ وشنو هما ممكن أهم المرافق السياحية اللي موجودة هنا في قسنطينة ممكن أنه السائح ينجذب لهذا المرافق وهذه الأماكن السياحية؟ الحقيقة أنه المسارات السياحية فرضت نفسها هنا في قسنطينة، يعني من خلال قلت تاريخها وجغرافيتها، ولن أنه الإنسان السائح الجزائري خاصة والأجنبي بصفة عامة أنه يمكن له أن يكون له مسار ثقافي ينطلق من تيديس شمالا إلى ماسينيسا جنوبا، وبالتالي مرورا بما هو موجود في وسط المدينة من متحف سيرطة الذي هو
مخزون للمنتوج الثقافي القسنطيني واللي فيه كل ما تميزت به قسنطينة خلال العصور. قلت هذا مسار مثلا مسار كذلك يمكن أن يكون هناك مسار على خطى ابن باديس مثلا أنه الإنسان يتجول في مدينة قسنطينة من خلال زواياها ومسجدها القديمة على غير المسجد الثاني المسجد الكبير والزوايا الموجودة زاوية الغراب إلى مسجد الأمير عبد القادر اللي يعتبر تحفة فنية مهمة في السياحة الدينية. كذلك ما قلنا بالسياحة الطبيعية أو السياحة البيئية أن هناك مجموعة كبيرة من الغابات التي تحيط بقسنطينة والتي تعطيها مكانة خاصة في هذا المجال على غرار غابة جبل الوحش التي تعتبر من أهم المناطق الخضراء في هذه المدينة والتي هي في الحقيقة مقوم من مقومات سياحية ومقوم من السياحة يمثل السياحة الخضراء أو السياحة البيئية في هذه المنطقة واللي له رواده وزائره. هذا نصيبه يعني كهف الدببة هكذا؟ نعم كهف الدببة. هناك الكثير من أنا ذكرت على سبيل المثال لم أذكر على سبيل الحظر هناك الكثير من المناطق خاصة فيما في يعني في احد جاء قسنطينة عنده وش يشوف المهم احنا وضعنا عدة مسارات التي يمكن ان يصل عدها الى 10 مسارات بها بكيفية من اين تبدا واين تنتهي توقيتها الى غير ذلك والوسائل التي تستعمل للوصول الى هذه المسارات. تشوف سيدي الكريم انه يعني البنى التحتية من فندقة من كل يعني وين يقدر انه السائح لما يجي يبات متوفر هنا في قسنطينة هل تسع؟ حقيقة قسنطينة قبل سنة 2011 كان بها 5 فنادق مصنفة من نجمة إلى 4 نجوم لا تستوفي الشروط يعني اللازمة لاستقبال ضيوفنا. أما من 2011 إلى يومنا هذا تم استلام حوالي 11 فندق جديد بين الفندق ماريوت الذي نحن به الآن والذي يمثل حقيقة تحفة فنية التي بنيت فوق هذه الهضبة المنسية إن صح التعبير بنيت هذه التحفة الفنية والتي أعطت إضافة حقيقية للمقومات السياحية أو لطاقة الاستيعاب في قسنطينة واللي ارتفع عددها من خلال هذه الفنادق التي ستستلم في هذه الأيام إن شاء الله والعدد كامل يعني منذ سنة 2011 إلى يومنا إلى استلام هذه الفنادق الجديدة سيصبح 11 فندق جديد يعطينا طاقة استيعاب جديدة تصل إلى 3000 سرير ليمكن قسنطينة من ولوج هذا العالم عالم السياحة وحيازة نصيب من السوق سوق السياحة الوطني والدولي إن شاء الله. يعني هذه الفنادق ممكن أن نشوفوها كما قلت تمح 2011 حتى اليوم هي فنادق يعني ممكن جديدة وراح تضيف للسياحة الجزائرية والسياحة القسنطينية على الخصوص. إحنا في واحد من الفنادق هذه اللي تم إنشائها مؤخرا واللي هو يتزامن مع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. حنواصل الحديث ممكن عن السياحة وعن هذه التظاهرة ونربطها أيضا بالسياحة ولكن بعد ما نشوفوا هذه الصور الرائعة لهذا الفندق ماريوت اللي أنا متواجدين فيه في هذه الصبيحة وراجعين على وقت الله تفضل. مرحبا بكم في هوتيل ماريوت كوستانتيل. الهوتيل تاعنا فيه 180 شامبر دون زي سويت بريزيدونسييل دي شامبر سينيور دي شامبر جونيور اي 159 اونتر شامبر دو لي سيباري اي غران لي. Oh,
كانت هذه صور حول الفندق اللي انا متواجدين فيه، هو فندق ماريوت، اللي نحيي كل العمال اللي هم سهرانين عليه واللي راهم يعني حاضرين حتى انهم معانا هنا في البلاطو، نحييهم بالمناسبه ونحيي كل من التحق بنا اللحظه ومازال متواصل ويانا، والحديث مازال متواصل على السياحه ممكن في الجزائر. قول في قسنطينه بالتحديد، كنا تحدثنا عن المقومات، تحدثنا عن البنى التحتيه، تحدثنا ممكن على المناطق السياحيه. اليوم قسنطينه راح تعيش عرس ثقافي بامتياز من خلال تظاهرات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015. ممكن هي أكيد تظاهرة ثقافية لكن عندها وش راح تزيد للسياحة القسنطينية في هذا الجانب، وش تقدر تقولنا سيدي الكريم؟ وفي الحقيقة كما قلت سابقا قسنطينة تتميز بسياحة ثقافية، ومنه هذه التظاهرة أنها كانت سانحة كبيرة لقطاعنا أنه سيشهد إن شاء الله الطفرة النوعية اللي نرجوها ونأملها حتى تكون قسنطينة قبلة للسياحة العربية وتكون عاصمة للسياحة العربية أولا والسياحة العالمية ثانيا، لأنها مدينة عالمية، مدينة بمقومات تجعلها أن تكون حقيقة رائدة في هذا المجال وتعطي للجزائر، تكون القاطرة التي تجر قطار السياحة الجزائري، وتكون كذلك الوجهة الجميلة والثقافية والكبيرة اللي تاريخية اللي تعطي للجزائر منظرها الحقيقي وتعطي لها القيمة الحقيقية لها والمكانتها الحقيقية في على مستوى البحر المتوسط وعلى مستوى العربي والدولي. ان شاء الله، واكيد انه اللي راح يجي القسنطينه من مشاركين عرب ولا حتى من محليين مختلف يعني الولايات الجزائريه، لانه العرس اكيد هو في قسنطينه لكن حتى الولايات الاخرى راح تشارك بالاسابيع الثقافيه والدول المشاركه ايضا راح تكون عندها اسابيع ثقافيه. اكيد هذا راح يخلي انه يعرف بقسنطينه على انها وجهه سياحيه بامتياز ان شاء الله. ان شاء الله، وفي الحقيقه انه هذا كل هذا الزخم وكل هذا الزائري والمثقفين ولا وزائري قسنطينة سواء كانوا محليين أو أجانب سيكونون سفراء مفوضين فوق العادة لقضيتنا، لقضية السياحة، وستكون إن شاء الله سنة 2015 فال خير على السياحة القسنطينية والجزائرية إن شاء الله. ونأمل أنه بعد سنة 2015 بعد انتهاء تظاهرة ستجعل من قسنطينة إن شاء الله تكون الرائدة في هذا المجال إن شاء الله. وإن شاء الله يعني السياحة القسنطينية تكون دائما في انتعاش ومن الأحسن إلى الأحسن إن شاء الله. شكرا لك كنت معنا في هذا الصباح. شكرا على قبولك دعوة برنامج صباح الخير، وإن شاء الله نعيش معك العرس الثقافي والسياحي هنا في قسنطينة إن شاء الله. شكرا. قسنطينة أيضا مشاهدينا هاد التظاهرة الثقافية، يعني أكيد أنه كنا تحدثنا من خلال برنامج صباح الخير في أخبار قسنطينة منذ بداية السنة على كل ما يتعلق بالتحضيرات يعني اللي عشناها يوم بعد يوم مع هاد التظاهرة قسنطينة. من بين يعني نقولوا الدعائم الإعلامية اللي موجودة هنا في هذا التظاهرة هي مجلة المقام اللي تصدر يعني شهريا، هي هاد المجلة مجلة المقام اللي جاءت في عددها الأول وهو العدد 0 لشهر مارس 2015 لنشوفوا أنه يعني خدات عنوان رداء العواصم يليق بأم الحواضر، وقسنطينة هي اللي راح تكون إن شاء الله أم للحضارة وأم للثقافة وعاصمة للثقافة العربية 2015. هي المجلة اللي راح يكون فيها يعني العديد من المواضيع والمقالات وحديث أيضا من خلال البورتريهات على أسماء يعني قدمت لقسنطينة في الأدب، في الثقافة، في الفن، في السياسة وغيرهم. مشاهدينا اللي راح نشوفوها ديما من خلال هذا المجلة مجلة المقام اللي تصدر في إطار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015. ويبقى أيضا موقع التظاهرة قسنطينة 2015.com هو الموقع اللي راح يكون أيضا في خدمتكم أنتم ناس الشبكة العنكبوتية اللي تحبوا أنكم دائما تسيرفيوا على الإنترنت وتحبوا تكونوا دائما يعني تابعوا جديد هذا التظاهرة، تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. دقائق فقط ونختم معكم البرنامج بانتظار أن نسيمة تكون حاضرة معايا في هذا البلاطو باش نتحدث وندرتش شوية على برنامج سيدتي اللي راح يكون معها أيضا الضيف اللي راح يكون هو محافظ المهرجان السيد سامي بن شيخ اللي راح يكون مع نسيمة من خلال برنامج سيدتي، راح نتعرف على كل ما يتعلق بالفعاليات الخاصة بهذه التظاهرة وش راح يميز أيضا عن هذه التظاهرة أقول مشاهدينا، وراح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال عمر هذا أو من خلال عمر برنامج سيدتي من 19 حتى 10 دقائق فقط. تفصلني أقول على ختام
هذا اللقاء الصباحي راح يكون معكم وراح يتجدد واياكم طيله هاد المده من 12 الى غايه 18 افريل 2015 هنا في قسنطينه مع كل فرقتنا التقنيه لمحطتنا الجهويه قسنطينه. محاضرين معنا في هاد الصبيحه وراح يكونوا معنا في كل اصبحه راح نكونوا معكم مشاهدينا، وان شاء الله فقط الوفاء يكون منكم ليكم انتم ديما لينا احنا من خلال برنامج صباح الخير هي الجزائر، بانتظار انه نسيمه تكون حاضره معايا. نظن انه نسيمه حاضره. اسمعي نسيمه واجده، اسماعيل نسيمه واجده، قولها تجينا نسيمه نشوفوها معنا في البلاطو قبل ما نروحوا لسيدتي ونتحدثوا ممكن على واش راح يكون عندها، لانه هي ما تحبش تقول لنا واش كاين في البرنامج ديالها كما عودتنا دائما، لكن نظن انه اليوم راح تقول لنا ولو قليلا واش راح يكون عندها في البرنامج ديالها، واش راح يميز ممكن برنامج سيدتي بفقراته ومواضيعه واركانه وحتى الضيوف اللي راح يكونوا حاضرين معها في عمر هذا المباشر بحول الله تعالى. انا من خلال برنامج صباح الخير كنا جلنا وجبنا وعشنا معكم في هذا الصبيحه كل ما يتعلق ممكن بأهم مشحميز هذه التظاهرة. كان حديد الثقافي كنا تحدثنا مع والي الولاية على هذه التظاهرة واحتضان قسنطينة لهذه التظاهرة، رحنا للتاريخ وتحدثنا مع أحلام تحشاشت على كل ما يتعلق بتاريخ قسنطينة، محطات تاريخية ومحافل تاريخية كبيرة حبسنا عند كل واحدة فيها. من خلال أيضا برنامجنا سلطنا الضوء على السياحة القسنطينية بالتحديد وعلى كل ما يتعلق بأنواعها ومقوماتها وكل ما هو جديد في هذا الجانب، جانب السياحة هنا في قسنطينة. وما زال معنا في كل مرة نتحدث على شوية جديد يكون معنا من خلال برنامج صباح الخير هي الجزائر. محطات غنائية كنا وقفنا عندها وكانت أيضا هي من توقيع محطتنا الجهوية قسنطينة، وبالتحديد زميلنا سمير اللي راه معنا هنا في الكواليس كان في الإخراج، وأيضا كل ما يتعلق بالروبورتاجات يتم إنجازها إما من طرف محطتنا الجهوية قسنطينة ولا حتى من طرف زميلنا وليد صاري اللي كان تواجد هنا في قسنطينة لتغطية ممكن كل ما يتعلق بالفعاليات ما قبل الافتتاح الرسمي. احنا برنامج صباح الخير راح نعيش معكم هذه الفعاليات ما قبل أثناء وبعد الافتتاح الرسمي إن شاء الله لبرنامج صباح الخير هي الجزائر. كونوا فقط توفيق علينا وكونوا ديما معنا من خلال برنامجنا. نظن أن نسيمة إذا كانت واجدة تجي معنا، ولا مازال ما وجدتش؟ نظن أنه نسيمة راح تكون معنا من خلال بلاطو. أكيد أنه بلاطو ديالها راح يكون حافل بالمفاجآت، أكيد راح يكون فيه العديد من الفقرات، ضيوفها أيضا راح يكونوا حاضرين وإياها إن شاء الله نتعرف عليهم في عمر هذا المباشر وفي عمر مباشر برنامج سيدتي بحول الله تعالى. نقولكم أبقوا في ديما وفي ألينا، وغدوا إن شاء الله نلاقيكم في نفس التوقيت نفس المكان هنا في فندق الماريوت لنقل مباشر ثاني لبرنامج صباح الخير في إطار تغطية فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. منا حتى ذاك الوقت نقول لكم تهلاو في راحتكم بزاف بزاف، تهلاو في ناسكم واحبابكم. حيدي ميغانا كان في الاخراج، كل من ساهم في انتاج او في انجاح هذا البث المباشر من فرقتنا التقنيه لمحطه قسنطينه الجهويه، يعطيك الصحه اسمع على التنسيق محمد عبان سكريبت ديانا، وكنت معكم في هذا البث المباشر يوسف حميد بين قسنطينه مباشره. تهلاو في راحتكم بزاف بزاف وتهلاو اجايا. يلا بما انها راهي جايه ما نختموش ولو بقاونا بعض الثواني فقط نستناو نسيمة انها تكون معنا. بانتظار انها تكون، نظن انه الوقت دهمنا. لا ميغانا شحال مازلنا وقت ميغانا؟ التسعة بالتمام. يلا نقول لكم التسعة وعشرة، لالا عشرة راح تكون معكم نسيمة شاوش من خلال برنامج سيدتي. تهلاو في راحتكم بزاف بزاف، غدوة إن شاء الله يلاقيكم محسن بوزرطيط من البلاطو المركزي بالجزائر العاصمة، ونلاقيكم أنا منا من بلاطو برنامج صباح الخير في هذا البث المباشر. تهلاو في راحتكم بزاف بزاف، بقاو على خير.
سنة ترحل وأخرى تحط رحالها، عام يمضي تاركا لنا دفاتر للذكرى، وآخر يطل علينا حاملا صفحاته البيضاء والتي نأمل في أن تتصدر فيها قسنطينة مقاما بهيجا تشع أنواره بجواهر الإبداعات الفنية المقترحة في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015. أملي هو يقول كذلك أن تساهم هذه التظاهرة في إعادة بعث ثقافي من قسنطينة أم الحواضر، وأملي أن تنسجه أيام سنة 2015 بخيوط ذهبية أصيلة مصدرها المدينة العتيقة وما تحمله من إيحاءات عمقها الأزلي. بهذه الكلمات سوف تكون افتتاحية برنامج سيدتي لنهار اليوم، وهي مقتطفات من افتتاحية مجلة المقام وكلمات من أجل مقام بهيج كتبها السيد المحافظ محافظ مهرجان أو محافظ تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، والذي سوف يكون حاضر معنا للتكلم، ونحن نحط رحالنا بهذه المدينة الجميلة، هذه المدينة العتيقة، وسط ضيوفنا للتكلم وأيضا لتسليط الضوء على كل المنشآت، على كل الفعاليات وعلى كل ما تم إنجازه لاستقبال هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة والتي نأملها بإذن الله موافقة. قبل ذلك نستقبل ضيوفنا مشاهدينا والحاضرين معنا وسط هذا الديكور الجميل جدا، والذي نتمنى أن نتقاسم أياكم مشاهدي برنامج سيدتي كل هذا الجمال. فاصل قصير ونستقبل ضيوفنا لنهار اليوم. كما قلت ضيوفنا حاضرين معنا للتكلم لنهار اليوم. كلمة السيد المحافظ أنا تكلمت عليها وقلتها، ولكن هو سوف يقولها على المباشر. نستقبل السيد سامي بن الشيخ الحسين. مرحبا بك محافظ مهرجان تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة. صباح الخير. صباح الخير، شكرا جزيلا على هذا الاستضافة، مرحبا بكم في مدينة قسنطينة. شكرا مرة ثانية للتلفزيون الجزائري على كل هذا التدعيم وكل هذه الوسائل اللي وضعها لنجاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. انتم تشوفوا اليوم كاين سميشة في قسنطينة وعندكم الحمد لله. منظر جميل وجميل جدا. مرحبا بكم. الله يخليك. حنايا تكون يعني نجمع ما بين منطقتين او مكانين في قسنطينه، القنطره الجديده كما يقولوا، وايضا الجامع الكبير اللي معروف. لكن ايضا التظاهره ما تكونش اذا ما كانش فيها العادات والتقاليد، والعادات والتقاليد اذا ما قلناش عزي فاكيد قسنطينه ما تحلاش. صباح الخير فؤاد عزي. صباح النور. كيف احوالك؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا بكم مره اخرى في قسنطينة. الله يخليك. مرحبا بكم انتم ايضا في برنامج سيدتي لنهار اليوم. وشكرا على استقبالكم وعلى استضافتكم لينا في البرنامج او في قسنطينة عفوا. الله يبارك فيك. الله يخليك. ربما المشاهدين البدايه حتكون تظاهره قسنطينة الافتتاحيه كان فيها امال، وكانت فيها امال كبيره افتتاحيه مجله المقام لكن الامل الاخر هو الجميل جدا، هو أمل يغذيه الشموخ القسنطيني وتجليه عظمة وكبرياء الجزائر المستمدة من تقاليدها في نشر روح التضامن العربي والتفتح الإرادي نحو الثقافات الأخرى. ما قولكم سيد سامي بن الشيخ؟ والله في الحقيقة وخاصة وإحنا في مدينة قسنطينة، دور تراث ثقافي تقليدي، تراث لمادي، دور هام جدا في تطور الثقافة وتطور المجتمعات وتطور يعني الحضارات. فهذه هي كما يقولوا لو سيمون، يعني اللي يخلي التواصل، هو العادات، هو كل الأشياء اللي داخلة في إطار هذا الباتريمون، هذا التراث الثقافي. ولهذا احنا بدينا اخترنا ان نبداو الحلم نتاعنا في مدينه قسنطينه بكلمات عن التراث الثقافي التقليدي لمدينه قسنطينه، وهذا معروفه به زياده على التاريخ. كلنا نعرف تاريخ مدينه قسنطينه، تاريخ العريق. واليوم هذه التظاهره راح تسمح لنا كمحافظه هذه التظاهره
باش يعني نقيم ومي اون لوميير كيما يقولوا كل هاد لا ريشيس هادي اللي موجوده في مدينه قسنطينه، وعندنا سنه كامله باش نطور برامج ثقافيه وفنيه باش نقيموا كل هاد التراث. نعم، لكن على مدار العام ربما هذه التظاهرات سوف تختلف ما بين الكتاب ما بين الثقافه ما بين نحن على 5 أو 6 أيام من البدايه ومن الانطلاق الرسمي، ماذا يمكنكم القول ربما فيما يخص كل هذه التحضيرات وكيف كانت التحضيرات؟ احنا كنا معكم يعني يامات هكا شفناكم لا يكون في العون، لكن مازالوا يامات وتكون الانطلاقه الرسميه. نعم، بقوا في الحقيقه بقوا 4 أيام. نعم، 4 أيام، وحنا عندنا مدة 6 شهور وانا نحسب فيهم بالنهار على كل حال. عندنا الافتتاح الشعبي راح يكون يوم الأربعاء إن شاء الله. نعم. افتتاح شعبي باستعراض يعني فني بفرق فولكلورية وفرق موسيقية تمثل كل الدول العربية، دول أعضاء الجامعة العربية وكذلك مدينة قسنطينة. متبوعه ب كما نقولوا ليلوميناسيون تاع قسنطينه، لان كل الجسور درنا فيهم عمليه يعني لا ميزون لوميير اضاءه، دونك راح تكون الليله هذيك، ومتبوعه بالعاب ناريه يعني دي فو دارتيفيس من جامعه قسنطينه. يوم 16 يعني يوم الخميس راح يكون الافتتاح الرسمي بعد تدشين كل المنجزات يعني من طرف معالي السيد وزير الاول. نعم. عبد الملك سلال اللي يجي في زياره ويدشن كل هاد الانجازات، ثم تكون الانطلاق الرسمي تاع التظاهره على الساعه 8 في قاعه الزينيت بعمل فني كبير يعني من تقديم ديوان الوطني للثقافه والاعلام لو ان سي اللي راهم قايمين بالدور تاعهم ومنذ أسابيع راهم يوجدوا، فإن شاء الله راح يكون افتتاح كبير وكبير جدا. نعم. من انطلاقا من يوم 17 و18 من بعد راح ندخلوا في التظاهرة بكل أنواع التعابير الفنية، يعني احنا عندنا دائرات، كل دائرة لها برنامج على طول السنة، فيبدا الانطلاق بملتقيات، ثم كذلك كاين دائره المسرح اللي تنطلق باول مسرحيه يوم 23، كذلك المعارض يوم 17 يبداو 3 معارض. يعني حنقول الجمهور المشاهد القسنطيني المواطن القسنطيني راح تكون يعني بانوبلي تاع ثقافه منتشره، اللي يحب المسرح راح يلقى روحه، اللي يحب الكتب راح يلقى روحه على مدار العام. يعني هذا الانجازات احد هي معروفه قسنطينه، مهد للحضارات ومهد لكل ما هو جميل وكل ما هو علم، لكن حتزيد لها نظن بما انها حتحتضن يعني تظاهره عالميه. والله غير في الحقيقه قسنطينه كانت مدينه علم، يعني انا انا نظن كانت مدينه علم بالسابق، ولكن في السنوات الاخيره هذه تراجع نوعا ما، يعني يعني ما بقاتش بنفس المستوى يعني الفني. فاليوم هاد التظاهره راح تسمح لقسنطينه باش تعاود ترجع للمستوى اللي كانت فيه، ولما لا اكثر. نعم. لان الهدف تاع هاد التظاهره اننا نترك بعد هاد التظاهره يعني في شهر ابريل 2016 ان شاء الله راح نخليو التقاليد الثقافيه، يعني ماذا بينا في كل الاحياء في كل ثانويات في الجامعات يكونوا يعني نوادي ثقافيه، نوادي سينمائيه، فرق مسرحيه، يعني تعاود تنطلق من جديد يعني الحياة الثقافية هنا. نعم. وهذا الهدف من هذه التظاهرة، أننا يعني تبقى الحياة مستمرة بعد يوم أبريل 2016. نعم، هو الشيء المقصود ربما من إحياء التراث، لكن مساهمة ربما عزي في حنقول في مشاركته في هذه التظاهرة. نعم، تكملة للسي بن شيخ. نعم. الفرصة اللي أتيحت لكل القسنطينيين لكل الجزائريين في هذا التظاهرة أنها تكون نهضة. No. نهضة وانطلاقة كذلك، ومن جهة أخرى كما نتكلموا كمثال على قسنطينة كمدينة،
ستناكي يعني الشيء اللي راح تكتسبه في هذه السنة من المشاريع ومن البرامج اللي موضوعة في 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 في, في, في في هذا المجال يعني سواء كانت ثقافية يعني محضة تراثية إعلامية يعني مشاريع شتى اللي راح تمشي بالمدينة في مجال دار يعني دار عزي احنا مساهمين من الجانب التراثي سواء كان في الجانب اللباس أو حتى عندنا بعض الاجتهادات صغيرة لكن اللي راح تكون لبنة راح تكون لبنة في وسط الشغل الكبير اللي راح قائم في قسنطينة. نعم ربما نعود للسيد بن شيخ، هناك مجلة المقام، هناك نسيت اللي تم إنجازه حتى يتمكن يعني كل العرب صح القول أنهم يعرفوا كل المعلومات وكل ما تم تحضيره وش راح يكون أيضا كيف هي تجري الأمور ربما للإعلام هذا والنشر كل هذه الأعمال اللي تقوم بها الآن. يا وضعنا منذ شهرين نسيت قسنطينة.org يعني اللي راهو موجود وكل المعلومات وخاصة البرنامج نتاع التظاهرة راهم موضوعين في هذا السيت. كذلك كل المعلومات وكل التسجيلات حتى تسجيلات الفيديو النشاطات اللي قمنا بها اللقاءات اللي درنا مع الصحافة والله في كل المناسبات مسجلة وموجودة في هذا السيت. وكذلك يعني كل يعني لي جورناليست يعني صحفيين العرب او في الخارج ولا اللي يحبوا بعض من المعلومات يدخلوا لهذا لو سيت ويقدروا يلقاو يعني كل المعلومات اللي داخله في اطار التظاهره. بجانب سيت كاين كذلك هذا مقام هذا مجله التظاهره وراح تصدر كل شهر ان شاء الله وراح تعبر وتتابع النشاطات نتاع هذه التظاهره يعني بالمتابعه وبالتغطيه يعني وباش تمد كل المعلومات هي باللغه العربيه والفرنسيه والرقم الثاني راح يكون فيه كذلك الانجليزيه ان شاء الله باش نوضعوها تحت التصرف يعني نوزعوها كل ضيوف والممثلين تاع الدول الاجنبيه اللي يكونوا موجودين معنا. نعم ربما كلمه اخيره دكتور فولت لك استاذ بن شيخ دكتور في الحياه ربما انتم حضرتوا كل يعني كل شيء للتغطيه خاصه في المجال الاعلامي يعني حتكون في اذاعات حتكون فيه يعني تلفزه ارسال راح يكون فيه تظاهره راكم واجدين سي بون يمكن والله احنا بالك تابعتم وانا على بالي انك كنتي معنا فتحنا المركز الدولي للصحافه ومجهز يعني بكل كل الوسائل الحديثة يعني حتى عندنا كما يقولوا لافاليز يعني عندنا ساتيليت نقدروا نديروا البث المباشر وكل الصحفيين يقدروا يديروا يعني الأعمال تاعهم مع التلفزيونات نتاعهم أو الإذاعات نتاعهم بصفة مباشرة فاحنا وضعناه تحت تصرف الصحافة الوطنية والصحافة الدولية ابتداء من يوم غد ان شاء الله يبداو يلتحقوا بنا او الوفود الصحفيين اللي راحين يبداو يوجدوا يعني الاعمال تاعهم هنا في قسنطينه ونظن يعني من جانب الاعلام ما كان حتى اشكاليه يعني الامور أكيد. حتى من جانب الوسائل الاعلام يعني لو بافوازمون ولا كيما نقولوا لافيشاج والاشياء هذه كلنا يعني كله تمام. من جانب اخر ضيوف موجودين او جايين شكون او جايين نقدروا الضيوف جايين يعني احنا بداوا يلتحقوا بنا عندنا على كل حال دول كثيره اللي يعني راحين يكونوا موجودين معنا على مستوى وزاري يعني الوفود يرأسوها وزارة ثقافة فيه بعض من الدول اللي راح يكون للأسف
السفير نتاعهم الوفد يقودوا سفير. انت على بالك باللي بعض من الدول العربيه فيها نوع من مشاكل واضطرابات اضطرابات وهذا الشيء لغالب يعني اكثر من اربعه او خمس دول عربيه من 20 أو 21. ولكن الامور ان شاء الله راح تصير في حتى دول اخرى اللي راح يكونوا معنا ضياف دول من اوروبا كما الكل ينتظر مدينه الجسور المعلقه. الكل ينتظر وان شاء الله مدينه الجسور مستعده باش تستقبلهم كما راهم استقبلوك اليوم ان شاء الله. لا جيستومون استقبلوني على يعني والشمس راهي راح تحرقك او يعني لي بين قوسين انه الشمس قتلته معليش راح لي بيريوك ايش كلمه اخيره ربما لانه عزي راح يريح معنا عنده عندي فيليه ما شاء الله وعنده عادات وتقاليد ممكن راح من اليوم الانطلاقه في التعريف بهذا التراث لكل من هما كان يعرفوا لكن كان اللي ينساو احنا راح نعرفوا اللي ما يعرف ما يعرفش واللي ينساو نذكروه باللي كاين هذا هو هذا هو نعم. يلا نقولوا كلمة أخيرة ربما شكرا شكرا على هذه الاستضافة وأنا بعلم أنكم موجودين معنا حتى يوم 18 إن شاء الله إن شاء الله في صباح الخير يعني يا جزائر أو يأكد صباح الخير يا جزائر سيد محافظ المهرجان نشكره أو هنا شابو راهو قايم بينا وش نقول لكم ما شاء الله حتى ال 18 من خلال برنامج صباح الخير ومن خلال برنامج سيداتي يعني من 7:30 ابتداء من اليوم الى غايه 18 راح ننقلوا كل الفعاليات وراح نستضيفوه للمره الثانيه باش يعطينا ربما حوصله على مجريات الحدث هكذا. شكرا جزيلا. العفو بس ما تروحش يديك فارغينا ما جبنا لكش جوزيه بصح جبنا لك بوشعاله وهذه الاغنيه ليك والله. طيب. شوفوا معنا هذا الفصل الغنائي ونبقى مع عزي فؤاد وضيوفنا اللي حيلتحقوا بالبرنامج. بقاني من إن تدلنا عند بابك انفعوا فجعلت معتمدي فجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي وبسطت كفي سيلا اتضرع محمد صنم الحجارة كلمات محمد صنم الحجارة كلمات ولو الغزال وله الغزالة بالفصاحة سلمت يا مطر بلا Yeah.
مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا، من يلتحق بنا اللحظة برنامج سيدتي لنهار اليوم على مدار الأسبوع سوف يكون منقول مباشرة من قسنطينة اللي مشكورة باحتضانها لنا أولا واحتضانها أيضا لعاصمة الثقافة، أين ستكون عاصمة الثقافة العربية وعاصمة كل البلدان العربية بإذن الله يوم 16. لكن قبل ذلك وحتى نصل إلى ربما تاريخ 16، فالدليل والأكيد أنه حين تعرفوا على كل العادات والتقاليد ترقبوا فقط برنامج سيدتي وأيضا صباح الخير يا جزائر، وهذا التنوع الجميل في العادات والتقاليد. وكما قلت وأعلنت موجود معنا عفوا سيد عزي فؤاد مصمم ليتكلم، وأيضا هو دافع على قسنطينة ودافع عليها بطريقته الخاصة من خلال ربما التصاميم. فؤاد، تصاميم جميلة جدا. نعم. بالطبع الانسان كي يكون في مدينه ضروري انه يتحرك بالمشاعر تاعو في هذه المدينه، وخاصه كي يعود عنده مهنه. نعم. يحاول باش يعبر بالمهنه تاعو، وهذا هو اللي الكلام اللي دائما نكرره. نعم. السؤال يتطرح، واش راكم ساجيين في قسنطينه؟ راكم كذا؟ نقول لهم انا دائما نقول لهم كل واحد ياخذ التخصص تاعو ويحسنوا ويقدم. دونك لهنا رانا عندنا طاقم من سبع. نعم. شغلات يعني انا نشوفوه. نعم. لكن نعم. قبل ذلك معليش. نعم. سي عزي. نعم. هو عندنا الحاجه ياسمينه. نعم. حاجه ياسمينه شويحه مناوليه وتقطر مزهر، جبتي لنا شويه مزهر. صباح الخير. البحي تلفلن. واش راكي الحاجه؟ الحمد لله. الحمد لله. ثم ما عليكم. والله الحمد لله. وانت ما عليكش؟ الحمد لله. الله يخليك. الحمد لله. حاجه انت مناوليه هكا. نعم. مناوليه او ميم طون تقطري زهر. تقطري زهر. نعم. كيفاش؟ واش معناتها مناوليه الاولى وتقطري الزهر؟ كيما كيفاش يقطروا؟ نعم. الزهر من العام للعام والعرس. إيه؟ كيما اللي يجي مرحبا به. صافي الاكلات التقليديه كل عند الحاجه ياسمينه. عندي كل شيء. الله يبارك. يبارك فيك. وش هي الاكلات اللي ربما معروفه بها قسنطينه؟ نعم. وش هي الماكل كيما تقولوا اللي معروفه بها قسنطينه؟ معروفه قسنطينه بالماكل. وشنو هما؟ الماكل كل المكلادي. واش اشبح الصفرة؟ نعم. كاين الماكل تاع العجين، تريدة، تقتوخة. الله الله. العيسك، المشلوش، والطواجن هام، طاجين العين، شبح الصفرة. نعم. أنا رحت غير طاجين الصفرة. نسمع به وذقته، بصح مازال ما ذقتوش من يدين الحاجة. صحتك إن شاء الله. يعيشك الله يخليك. وقت تاكلي. إن شاء الله يا رب. أكي معنا هنايا. نعم. الحاجة عندك في العائلات الجزائرية ما كانش ما عندهاش قندورة هكا سي عزي. نعم. ما عندهاش ضروري. لازم في قسنطينه. نعم. ما كانش ما عندهاش قندوره اكيد. لازم. وش يعجبك ما بين اللباس تاع بكري والقندوره تاع دور بكري؟ بكري القطيفات، المحروز، المطروز، قندره عرب ثانيه تاع الدوم ثانيه عرب. معليش حاجه هبطي. نعم. برك شويه الميكرو هكا. هبطي برك الميكرو. هبطي. نعم. هالا تخي بيان هاكيك. تفضلي. كاين لباس على كل زي كيما تحبي تلبس. كيما نحب. انا حابه نلبس وانتم ايضا مشاهدينا حابه نلبس كيما يلبسوا ناس قسنطينه لكن من تصميم عزي.
مشاهدين. مرحبا بك. مرحبا بيا. يلا اولا راح نشوفوا ربما واش خير لنا سي فؤاد لنهار اليوم. هي البدايه فقط، انا نقول لكم اليوم برك البدايه، ان شاء الله حتكون فيها امور واحده اخرى. ربما فؤاد انا حطيتك منا باش تشوف لي تونو. نعم. ونبداو نعم. نعلقوا نعم. بالوحده. اذا اسماعيل، يا اسماعيل ممكن تترك فوالا الي هذه الاولى. نعم، لهنا عندنا قندورة قسنطينية بالطبع. نعم. هي تقدري تقولي هي سي لا بيس برانسيس، يعني في البرانسيبال قندورة فتلة. داكو. قندورة فتلة. بالجوامع الله الله. نعم بالجوامع بالمراش. تصميم خاص بالعروس يعني. العروس. وهذه؟ نعم. لهنا عندنا القفطان. عندنا القفطان القسنطيني. القفطان القسنطيني يجي بلي مونش ويجي سون مونش، يعني عنده هو الاصل فيه افيك مونش. حنا مشينا في هذا التصميم حتى يكون عنده رونق. نعم توجور في الفتلة. في الفتلة لي مونش لهنا لي زامبلاسي افيك دو لا غيبيور. راه في avec de la guépure. نعم. وبالطبع ملبوس بدرون مدور. داكو. نعم. avec sa ceinture avec نعم. نعم. سي توجور لي ميم كولور في القندوره. لهنا نوليو لهادي ونولي لك هادي. لهنا عندنا اون قندوره كونستانتينواز توجور مجبود. لهنا كاين التركيز على هذه المجبود ولا كاين اللي يسميه تارزي. نعم. نفس التسمية كيف تاني بالجوامع بتصميم افيك دي زارابيسك لهنا. مشيناه بلي زارابيسك. نعم. الشباب لهنا هذا هو الله يبارك النجم تاعنا. ارواح هذا برك هذا ماشي مع الالبسه لكن النجم هذا هو النجم ربما هذا المجله. نعم نعم. لهنا عندنا قندوره بالشعره بالشعره. ممكن برك المانكا اي هربت. معليش دقيقه برك نشوفوا القندوره الفيولي. نعم. القندورة الفيولي إذا ممكن. نعم. اسماعيل. راحت القندورة الفيولي معليش. نعم. ممكن نعم. نعاودوا نشوفوها. نعاودوا نشوفوها. نعم. نعم. لهنا عندنا أون قندورة توجور في التصميم خاص بالأرابيسك. لهنا عندنا قندورة مجبود وفتلة. داكو. مجبود وفتلة بالقطيفة. نعم. توجور إيتيل كو ما مجبود وفتلة يقدروا يمشوا مع بعض؟ يقدروا نعم. هذا في السبعينات الوالد اجتهد باش دخل هما اصلا المجبود وحده والفتله وحدها. داكور. اجتهد. لهنا عندنا الغليله. الغليله هذه حكايه الغليله. نعم نعم. الغليله فيها تقارب ما بين الوسط من جهه. نعم انا نشوفه. وقسنطينه من جهه. في الوسط واسمها الفريم لو تجي اقل من هك تجي اخف من هك. نعم. وفي قسنطينه تجي اطول من هك وهي الغليله. احنا اجتهدنا باش درنا حاجه في الوسط يعني بين لهنا درنا لها كذلك دي مونش تروا كار. نعم. ممكن نشوفوا حتى من لورا نشوف ممكن برك. نعم. ممكن نشوفوا ظهرها ممكن معليش نشوفوا ظهرها. نعم فوالا تخيل فوالا سي ان موديل يعني انا شفته في. نعم. في الكواليس. نعم. مطلوب كثير خاصه. نعم. في ماشي غير في قسنطينه شفتهم حتى في الجي. نعم. يعني نعم قلت لك. نعم. قلت لك لهنا مشينا ما بين التصميم ما بين الفريملا والغليله. نعم كذلك هذه في لا كوليكسيون دي زارابيسك. نعم لهنا عندنا اون قندوره لكن عصرناها. ايه عصرنا فيها عصرنا في سيت اون روب افيك ترين وفي نفس الوقت افيك بوليرو. نفس الالوان. شكرا يعطيك الصحه بنتي. نفس الالوان ربما لو بوليرو نقدر تلبسوا حاجه واحده اخرى. نعم نعم ما يكون تقدر. نعم. تقدر لا ميم روب تلبس افيك بوليرو ولا تلبس افيك ان شال
وتمد يعني اون اوتر كوب توتالمون ديفيرون. ربما احنا شفنا كيلكو موديل، راح نشوفوا دوتر موديل يعني ماناش راح نبعدوا بزاف، لكن احنا هديتنا لسيد عزي الحاج جاي معنا، الحاج راح نشوفوا واحد الروبورتاج وما على بالوش ما على بالوش. اوكي يلا خلونا نشوفوا هذه المفاجاه اللي خيرناها ولا اللي اخترناها كما يقولوا لفؤاد عزي، باش نقولوا له برك على طريقتنا، يعطيك الصحه على المساعده اللي قدمتها لنا، ثم نعود ما تبعدوش، كاين اشكال واحده اخرى. قلت كانت هذه اطلاله سي فؤاد عزي، ما على بالوش بلي رحنا لاول محل عند باباه، لا يعني تبارك الله اللي نحييه واللي راه دائما في في الزاتولي تاعو جوستومون. راحوا له ليكيب عيطوا لي قالوا لنا سي ما واش نديروا، قلت لهم كاش ما كاين، قال غير تاع عزي، قالوا لي كاين تاع بابا، قلت لهم شوفوا روحوا ما تقولوش لفؤاد. ويفيكتيفمون وليد راح وجاب هذه الصور مع الفريق التقني نبيل وعمر اللي نشكروهم. احسن هديه، احسن هديه نديوها للشيخ. ومن بعد للاسف ما قدرناش يعني نتكلموا معاه، لكن احنا حبينا نقول لك باللي كاين الاصل وكاين الجديد واللي رانا نشوفوا فيه الان، ربما لمن كان عاودوا رجعوا باش هكا يتمكنوا المشاهدين من انهم يتعرفوا اكثر ويشوفوا اكثر هذه التصاميم. فؤاد واش تحب في طواجن، واش تحب في المواكل تاع قسنطينه؟ والله ما نكذبش عليك، إيه؟ يعني ما حتى ولو يشوفني الواحد هكا نحب الطواجن ونحب ناكل. نعم عندنا فنانات كيما جوستومون باش نقولها حنصيها وش يديروا. عندنا فنانات اللي يخليونا ضروري ناكلوا، بالك من بعد هذا نجتهدوا باش نخرجوا لي كالوري هذو. ايه اوبليجي، لكن الماكله ضروري يعني شي مثلا وش تحب مثلا؟ بون مقروط ما تهضريش يعني، هذاك ما تهضريش يعني في الحلاوي، في الحلاوي المقروض البقلاوه القطايف، لكن في الاكل كذلك عندنا اكلات اشباح الصفرة جوستومون اللي راهي ربما الحاجه حتسقسيها. نعم تفضلي الحاجه. تريده وشخشوخه الظفار واشباح الصفرة نعم مازالهم مطلوبين الان الحاجه ياسمينة؟ تختوخه تاع الظفار والتريده تاع الموس، تريده تاع الطاجين، ايه كاين مشلوش، ايه كاين العين، كاين شبح الصفرة، طاجين الزيتون، الكفتة، مازالهم الناس يديروهم للآن في العرس. واش باغ اكزومبل كي نروح العرس هنا في قسنطينة ويعرضوني على عشاء، واش حين يحطوا لي باغ اكزومبل، واش حنلقى في الطابلة تاعهم؟ كاين جاري بيض، كاين جاري جاري بيض، جاري بيض واش تحطوا فيه؟ الحرش بالدويتا فوالا نعم بالفيرميسيل، في الجزائر كي نقول لهم دويتا يضحكوا عليا. والجاري حمرها وبالفريك. ايه هذا الدبسه والمعدنوس هكا على ذلك والكرابس والفلفل و هيا مازال العادات والتقاليد متمسكين بها لحد الان حتى؟ نعم كاين العريس وكل التقاليد نديرو كل شيء ماكله تاع قسنطينه. الله الله بارك فيك يعيشك. وهذه ربما لو ميتي هذه المهنه هذه ولا هذه الحرفه هذه من وقتاش وانت ديري فيها الحاجه؟ عندي بزاف. عندك بزاف؟ نعم. لكن من بعد رحتي حاجه واحده اخرى ولا في تقطار الزهر كيفاش؟ تقطار الزهر والورد هذا كيفاش؟ قطروا العطرشه، قطروا الخزامه، قطروا هذو كل قطرهم الشيح.
كي نخلصوا الزهر والورد قطروا هادو مليح. انا نقول للمشاهدين انهم في من خلال البرنامج يعني على مدار هذا الاسبوع راح تشوفوا على المباشر ربما زميلتنا اسماء لوناس حاضره معنا حتموت وتشوف طريقه تقطار هذه ربما حتقاسمها معكم الى حبت انا نضمن لكم بلي حتقاسمها معكم باذن الله. طريقه تاع مظهر تجيبيها كيفاش واش ديري واش ما ديريش كيف تقطعي انا ندخروا له بالجيب نديروا العنبر نقطعوا العنبر ومازال يتباع لليوم قريب يدخل هذا هو الشهر هذا هو الشهر نعم. منين تجيبي الورد منين تجيبي من يحطوا المراسم نشريو من عندهم كاينين حنا من عند واحد في الغراب يجيب لي وهذا وشنو هذا هذا الورد هذا ورد ورد برك هذا الورد وهذا الطفل اللي راكو تشوفوا فيه وحاضر معنا لهنا معليش تقول لنا صباح الخير اروح قول لهم شكون نتايا سي معتز معتز ميخابا ايه عمري 10 سنوات ادرس في السنه الخامسه على بالو محفظين واش راح يقول هكا معتز كيفاش تنخيروك في المجله مع خالي خالد وليد إيه؟ هو الذي اختارني بالعربيه نورمال تكلم عادي هضر عادي معتز هضر نورمال هضر لهم قول لهم واش راكم لاباس ماشي واش راكم ما عليكمش ياك هكذا تقرا واش من سنه تقرا الخامسه ابتدائي نعم خامسه ابتدائي واليوم قول لهم على المباشر بلي راطينا لك ليكول تاعك معليش يا اخي ايه معليش كي يشوفوك الاطفال هكا ويشوفوا حتى ظهروا قسنطينه ويشوفوا لا فوتو تاعك واش وما صحابي واش عجبهم الحال؟ عجبهم وانت راك لابس لباس تقليدي؟ ايه ايه الله يبارك واش راك حاب تكون في المستقبل ربما معتز؟ ربما طبيب طبيب باش تداوي الحاجة وتداويني ربي يوفق ان شاء الله ان شاء الله انا كنت حابة فنلبس الملاية قبيل لكن ما كفانيش الوقت اني نجوز بها مع معتز باش نشوفوا يعني ربما مجله المقام الصفحه الاولى حبينا نجسدوها على المباشر لكن ما سمحناش بالفرصه ربما سؤال نعود نرجعوا ربما للتظاهره فؤاد واش راكم نعم. دايرين واش راكم موجودين ربما في التظاهره كاين مجالات شتى نعم كما كان يتكلم قبيل محافظ التظاهره نعم هي التظاهر على مجال السنه كاين الناس بزاف يحصروا التظاهره في الافتتاح جوستومون هذا هو الاشكال هو 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 هذا الامر لا ما يلزمش نتحدوا بال نعم الافتتاح تكون عنده سر كاين اعلان يعني نعم. الناس كامل راح تعيش هذاك اكيد حدث عربي نعم حدث نعم عالمي صح القول الباب فتحت على نعم قسنطينه وكل العيون يعني في العالم وفي البلاد العربيه راح تكون الفرصه كبيره للترويج على قسنطينه نعم بقات التظاهرات اللي رانا نستناو فيها تظاهرات شتى على مسار كاين كمثال في الافتتاح ديجا كاين معرض للصناعات التقليدية أنا دائما نميل للصناعات التقليدية أنا نشوفك رايح تخصصي وأحبابي خاصة أن نشوف حتى صناعة يدينا نشوفها إذا ممكن مانيش عارفة مع مخرج شفتوا لو تابلو اللي عندنا هنا ولا مع المشاهدين عندنا تخي بو تابلو يعني فوالا الله يبارك فيك تفضل فؤاد دونك الصناعات التقليدية راح تكون ممثلة على المستوى الوطني نعم 48 ولاية راح تشارك كل ولايه راح تشارك باثنين دو ارتيزان راحين يكونوا حاضرين بشغلات فنيه الارتيزانا الارتيزانا دار اللي راح يتمثل فيها اللباس كما نشوفوا يتمثل فيها النحاس يتمثل فيها الخشب يتمثل فيها الخزف يعني كل تو لي كور دو ميتي راح نكونوا حاضرين هذه كمثال يعني هذه من جهه لكن عزي نعم. عزي ك نعم. ك يعني كاسم نعم وين راح نلقاوك في التظاهره ربما في الانطلاقه مش في التظاهره البدايه احنا في البدايه ديجا ساهمنا في لا ديكوراسيون يعني لان عندنا لو فولي ديكوراسيون لو فولي ديكوراسيون اللي مشينا به منذ درك سنه كانت فرصه في هذا الواحد في هذا التظاهره اننا عبرنا وساهمنا في حطينا لمسات
التزيين ولا ديكوراسيون في 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 سواء كانت في في الكوميساريا لويمام ولا في الصالون دونور ولا يعني هذه من جهه. من جهه ثانيه راح نكونوا حاضرين بالطبع في هذا الاكسبوزيسيون اللي راح تكون، وعندنا عرض ازياء مهم رانا نحضروا فيه. نعم. موش اجمل اجمل من هذا العرض اللي انا شفته. نعم. فيه اليوم اجمل ضروري. الانسان دائما يشتغل غرت انا خلاص سي انا كنت حابه ندي حصريا أحسن. حبيت ندي ما هو الاجمل ان صح القول. راح تكوني حاضره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله وحتى المشاهدين من خلال الكاميرا اللي حتنقل كل هذه الفعاليات باذن الله على مدار هذا الاسبوع. ربما نرجعوا الحاجة في الدقائق الاخيره نقول لها برك الحاجة واش تقولي لنا واش تدعي لنا واش ميكروفون برك ندعي لكم بالنجاح ان شاء الله. ربي يعيشك. ما جبتيليش معك شويه زهر؟ ما جبتش. هي راهي كلها زهر. حتى ندي لك الزهر ندي لك جديد ونبعثه لك. لا لا نحوش على ما زهر، نحوس على الزهر. الزهر نتاع ان شاء الله زهر عند ربي ان شاء الله. سبحان ربي يخليك. ربي يحفظك بنيتي يحفظكم جميع. طيب الهدايا القسنطينه ان شاء الله ان شاء الله ونقدروا على الرجال اللي واقفه عليها ربي ينصرهم. امين ان شاء الله وربي يحفظهم ويا ربي يفتح المؤمنين الكل ان شاء الله يا رب. معتز واش تقولوا للمشاهدين يوم يشوفوا فينا؟ نقول لهم وداعا الى اللقاء. الى اللقاء. ولا ماشي وداعا حين نرجع ومازلنا هنا. الى اللقاء. ايه فخور باللباس اللي راك لابسه؟ راك فخور به؟ ايه. قول لهم انا فخور باللباس الجزائري التقليدي وقتاع قسنطينه. انا فخور باللباس التقليدي الجزائري. الجزائري و ايه؟ حتشارك في المهرجان هذا ولا مش حتشارك؟ لا. لا لا دوما راح يقرا. او شارك ما على بالوش. نعم. أو شارك بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى ربما في أنا أقول فقط أنه فيه على مدار الأسبوع راح تشوفوا ربما متحف سيرتا، راح نزوروا السويقة، راح نزوروا البطحة هكذا. نعم. راح نزوروا نعم. المنشآت الجديدة التي تم إنجازها باحتضان مثل هذه التظاهرة، راح نشوفوا العادات والتقاليد، راح نشوفوا ربما كل الإنجازات في النحاس ربما مش غير في مزهر ولا نعم. حتى في نعم. النحاس في الحرف التقليدية الأخرى مثلا، راح نشوفوا أيضا لمسات على لباس تقليدي. ربما كلمة أخيرة نختم بها برنامجنا لنهار اليوم سي فؤاد. نعم. عزي. نعم نشكركم على الاستضافة. نعم. نشكركم على الاهتمام لأننا مطلع على البرنامج اللي راح يكون الاهتمام خدمناه كيف كيف الاهتمام الكبير اللي راه بالصناعة التقليدية بالعادات بين قوسين برك نعم. فؤاد نعم. انت شفتني بالملاية قبيل وما لحقتش يفالي افونسي كان المفروض تدخلي كانوا كوباو للكاميرا نعم. معليش نوعدهم حنلبسها المرة الجاية بإذن الله نكررها إن شاء الله وتكون أحسن تمثيل نعم. كاين متاحف راح نشوفوها، كاين قصر الباي، كاين قصر أحمد باي نعم، كاين تحفة وكاين أيضا ضيوف راح نتلاقاوهم بإذن الله من خلال نعم. يعني نعم. في ضغوط لي أونلاين تابلي فقط تشقلوا المشاهدين باش يستناونا حنا بالطبع الى الملتقى ان شاء الله الى الملتقى شكرا ان شاء الله يا رب يعطيك صحه عزي فؤاد يعطيهم صحه ايضا الفرقه التقنيه اليوم حاضرين معنا محطه قسنطينه حاضره بكل التقنيين تاعها اللي هنا اللي نقول لهم يعطيكم الصحه شكرا على كل التعاون اللي قدموه لنا. ما نقدرش نذكر بالاسماء لكن في الجينيريك دو فان راحين يطلعوا كامل الاسماء فقط نقول لهم لكل من احتضننا اليوم وكذلك فندق ماريوت اللي سمحنا بهذا النقل المباشر بالنسبة لهذه التظاهرة. هناك كلمات جميلة جدا حبيت في الأخير أني نختم بها. أنا بديت بكلمات افتتاحية لمحافظ المهرجان ومحافظ التظاهرة لكن حبيت نختمها بكلمات لأجمل أو لجميلات الجزائر حتكون ربما البداية للتعرف على أسماء خاصة شخصية أسماء لشخصيات صنعنا التاريخ وبقت أسماء هنا راسخة في ذهون كل واحد منا.
لما نقول مثلا جميلة أبو حيرد، لما نقول جميلة أبو عزة، لما نقول جميلة أبو باشا، هي ثلاث أسماء لجميلات جزائريات سجلها التاريخ بأحرف من نار أحرقت كبرياء المستعمر الفرنسي في حمم بركان الغضب الجزائري، ولقنته درسا لازال محفوظا في ذاكرة الأيام الخالدة. ثلاث أسماء لنماذج بطولية خطتها حرائر الجزائر بأياد ظاهرها ناعم وباطنها من فولاذ، سقته دماء طاهرة تفجرت من قلوب عاشقة التحرر والانعتاق. ثلاث أسماء لنساء قررنا رفع الحشد الترجلي عن البطولة التي هي في الأساس وفي العمق كلمة مؤنثة نحوا وبلاغة. ثلاثة عناوين للتضحية توارثتها أجيال من النساء لم تنجح في الدفاع عن الأنوثة فحسب، بل استطاعت أثناء أحلك أيام الجزائر أن تحفظ ماء وجه الرجولة. لا يسعنا عبر هذه المقدمة المتواضعة كما يذكر كاتب هذه المقولة ذكر كل الأسماء، لأن هذا يتطلب منا الرجوع إلى الجدات، إلى الأمهات والحفيدات، ولكن بإمكاننا إمضاء شهادة حق لا نبغي من ورائها التنطع، بل عرفانا وتقديرا للرفيقة بكينونتها وعبقها العابر للأجيال. بهذه الكلمات حتى يتسنى للجميع معرفة ربما ما تحويه هذه كلمات جميلة جدا اكتشفوها، خاصة إذا كان بيكاسو هو من رسم هذه الصورة. أسماء كثيرة، شخصيات كثيرة، فعاليات أيضا كثيرة بإذن الله سوف ننقلها لكم مشاهدينا، فقط ترقبونا من الساعة 7:30 بعد المباشر بالجزائر العاصمة إلى غاية 10:00 مع كل الطاقم التقني بقسنطينة وكل ضيوفنا اللي حيكونوا قسنطينة 100%. قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، برنامج سيدتي، إلى اللقاء. شفتها هي هدايت عقلية خلتني في الليل نهدية، شعرها كحلة مدربية هنا شقها من ربي، هنا شقها من ربي.